جدا. من يعني عايز اقول لكم، انا كنت بشتغل في جوجل لمده 6 سنين، من 2009 لحد 2013، سوري، من 2008 لحد 2000 و... احنا بقينا في كام دلوقتي؟ 15؟ 2014. كل الناس اللي كانت معايا في المكتب الحقيقه كلها من تخصصات تخض لما تشوفها. يعني تلاقي مثلا واحد دكتور، واحد صيدلاني، واحد مهندس ميكانيكا. بس الفكره كلها، ودي حاجه انا عايز اقولها لكم انتوا كطلبه، انه فعلا انت حب الحاجه بتاعك لما بيبتدي وتبتدي تمشي وراه بيفرق معاك جدا. الراجل ده دلوقتي بيقول لي حاجه، بقول له انت مركز في قصه الاونلاين والماركتنج وبتاع، فقال لي اه بس هي تبقى حاجه معانا كده. لا ده غلط. يعني عايز اقول لك انه حاجه معاك هيبقى معاك حاجات كتير قوي مش هتعرف تعمل بيهم ايه. انت لو في حاجه فعلا عايز تمشي وراها لحد الاخر وتشوف فعلا مناسبه ليك ولا لا، بعدين تبدلها في حاجه ثانيه لو انت حابب. فبس دي حاجه حابب اقولها، عشان انا ناس كتير جدا من الجي اس ايز والناس اللي كانت شغاله في الجامعه دلوقتي بيشتغلوا في شركات وفاتحين شركات وبشتغل معاهم انا شخصيا، وحاجه هايله جدا. فانت لو انترستد في الحته دي مهم جدا انت تحافظ عليها وتعمل عليها شغل كتير جدا وانت بتدرس. يعني طيب انا بسرعه كده برضو اعرف نفسي الناس اللي ما تعرفنيش. انا كنت زي ما قلت لكم شغال في جوجل من حوالي من 2009، وقبل كده في الجامعه من 2007، وفي اخر 4 سنين كنت ماسك حاجه اسمها يوتيوب بارتنرشيب بروجرام. يوتيوب بارتنرشيب بروجرام ببساطه هو ان احنا بندور على الناس اللي بتعمل كونتنت، اللي بتعمل فيديوز وبتعمل شوز وبتعمل حاجات من اكبر شركات لحد اصغر اشخاص، وبنساعدهم ان هم يطلعوا فلوس منه ببساطه كده. تعالى انت بتعمل فيديوز، بتعمل شوز، بتعمل مزيكا، بتعمل اخبار، حطه على يوتيوب، هندربك ازاي تكبره، ازاي تجيب فيوز، ازاي تعمل بزنس منه، وبنعرفه على معلنين وبندخل له فلوس. ده كان شغلنا في يوتيوب. في 4 سنين، يعني بتكلم من 2011 بعد الثوره على طول، الحقيقه شفت كل الناس اللي بتعمل كونتنت من اول خالص لحد دلوقتي، بدايه بقى من القنوات الكبيره سي بي سي، الحياه، ام بي سي، الجرايد، اليوم السابع، مصر اليوم، الوطن. كل الناس دي اشتغلنا معاهم ازاي يحطوا الفيديوز بتاعتهم على الانترنت يطلعوا منها فلوس كشركات. والحاجه الثانيه الناس الاصغر، ابتداء بقى من كل الناس اللي بتعمل برامج في السعوديه. ما اعرفش حد متابع برامج اليوتيوب بتاعت السعوديه؟ هتلاقي حاجات زي التمساح، زي يوتيرن. السعوديه من اكبر الاسواق اللي بتشتغل في القصه دي، والمحتوى بتاعهم عنده جوده عاليه جدا. وطبعا الامثله الشهيره بقى زي باسم يوسف من اول ما طلع لما كان في بيته وكل الكلام ده. فاحنا شفنا احنا والتيم اللي معانا ايه اللي بيحصل بيخلي حاجه تنجح لو انت عايز تعمل كونتنت اونلاين، وايه اللي ممكن يعطلك وايه اللي ممكن تحسنه، وده اللي هتكلم فيه النهارده. كمان لو انتم مهتمين بالماركتنج، يعني فكره فكره الماركتنج، فكره الدعايه دلوقتي. زمان شركات الاعلان كانت بتتعامل مع الجمهور بتقسيمات سيجمنتس، يقول لك والله الستات اللي من 20 ل 25 سنه، الرجاله اللي كذا كذا، الطلبه الصغيرين، وكان طريقه اعلانهم بتتضمن انه نحط لهم بقى لوح بيل بوردز، نحطهم حاجات على الكوبري. لو والله لو انا عايز اعلن عن مصيف احطه على الطريق الصحراوي في الصيف، فالناس اللي رايحه كلها مستهدفه، هو ده الجمهور المستهدف. في التلفزيونات دايما سبوت بعد الفطار في رمضان، لو انت بتارجت الامهات تحط مش عارف ايه، لو بتارجت الرجاله اللي مش، وهكذا في الاجازات. فهم كانوا بيقسموا الموضوع بالشكل ده. الانترنت قلب الموضوع شويه، لان انت بقى عندك داتا وبقى عندك ارقام تقدر تقول لك بالظبط مين بيتفرج على ايه. فانا على يوتيوب اقدر اعرف ان والله الراجل الطالب مثلا اللي عنده 15 سنه بيخش يتفرج على انهي فيديو، وبيتفرج عليه لحد امتى، وامتى طلع له الاعلان، وانت بتنقي امتى تطلع له الاعلان. فحصل ثوره ما في القصه دي. بس دلوقتي الكلام ده بقى حتى بقى قديم. دلوقتي بقى الاعلانات اللي هي بتطلع لك في كل حته اونلاين دي نجمها بيقل، يعني بتقل دلوقتي. اللي بيحصل واللي معظم المعلنين في مصر وفي العالم وفي المنطقه بتاعتنا مهتمين بيه، هي فكره ازاي اعمل محتوى كونتنت، بغض النظر بقى عن هو فيديو، ايمج، تكست، صوت حتى، وازاي اربط البراند بتاعتي بيه. فانا لو شركه اتصالات كبيره وعايز الناس تبقى لويال للبراند وبتحبها وبتتفرج عليها، يهمني ان انا اربط البراند بتاعتي دي او اربط الاسم بتاعي ده بمحتوى ما الناس متابعاه وبتحبه فعلا، مش مزقوق عليها من الشركه. تمام؟ فده بنسميه براندد كونتنت، وده الترند الجديد في حته الماركتنج. بتلاحظوها في حاجات كتير. يعني حتى كنت امبارح بتفرج على فيلم، فتلاقي مثلا
فيلم هوليوود موفي يعني، فتلاقي الناس بتعمل حاجه اسمها برودكت بليسمنت، ان والله الفيلم كذا وكل شويه في حته منتج بيطلع، والله العربيه المرسيدس دي حلوه اصل جزء من الحوار. فقصدي انه الناس دلوقتي بتفكر بره الصندوق على ازاي نربط البراند بتاعتنا بكونتنت الناس بتحبه وهي اللي بتشيره وهي اللي بتتكلم عنه، وفي النص بتوصل المسج بتاعتها حسب السيجمنتيشن بتاعها. طيب نرجع بقى خطوتين لورا. ايه هو البارتنرشيب بروجرام وبيشتغل ازاي؟ اولا لازم اقول لكم انه الاونلاين فيديو اكبر بكتير من يوتيوب. الاونلاين فيديو هو كونتنت او محتوى ممكن يتشاف على اي شاشه، ودي الحاجه اللي اتعلمناها كام سنه اللي فاتوا، انه انا ممكن اعمل اونلاين شو ناجح جدا بس ممكن اتفرج عليها على التلفزيون زي ما هتفرج عليها على اللابتوب، زي ما هتفرج عليها على الموبايل، زي ما هتفرج عليها على التلفزيون بتاعي اللي متوصل بالانترنت، زي ما هتفرج عليه في اي حته ممكن اتفرج عليها، ممكن اتفرج عليه في السينما. فاول كونسبت عايز اشرحه لكم هو انه ما تربطوش نفسكم ببلاتفورم. لو لقيت انه دوب سماش هو اللي بيجيب لك الترافيك وانت الاوبجكتيف بتاع الترافيك استخدمه، لو لقيت انه فيسبوك بيجيب لك شيرز وفيوز وكذا استخدمه، لقيت ان يوتيوب بيدخل لك فلوس استخدمه، لو عايز تستخدمهم كلهم بطريقه معينه وباستراتيجيه ممكنه ممكن. فمهم جدا انه نفكر ان احنا بنعمل محتوى، المحتوى ده ولو كويس بيبيع نفسه على اي بلاتفورم. فانا ممكن جدا الاقي حاجات طلعت اونلاين وكبرت واشتغلت على كذا بلاتفورم وبعدين بقت بتروح على التلفزيون، ليه؟ لان الجمهور ده هو اللي رشحها ان هي تنجح. الحاجه الثانيه المهمه هي انه انت بتبني براند، يعني انت لو عايز تعمل كونتنت اونلاين مهم جدا تفكر في نفسك از براند، تفكر في نفسك از او ك علامه تجاريه. انا ما يهمنيش ان انا اعمل فايرال فيديوز تك تك تك، يلا شاهد ماذا حدث عندما دخل مش عارف ايه الى قهوه ويلا مليون فيو مبسوط، لا انا يهمني ان انا ابني مشروع، مشروع بيقعد سنه سنتين من اول يوم انا حاطط فيه قلم على الورقه او كاتب فكره المشروع ده. انا لونج تيرم بتكلم انه لا انا عايز بعد سنتين الناس تروح على القناه دي، الناس تروح على الصفحه دي، الناس تروح على المكان ده يتفرجوا على اللي هم متوقعينه مني. انا بحدد انه انا والله بتارجت الجيمرز اللي في السعوديه، فانا عندي الجيمرز بتوع السعوديه عارف كويس هم اعمارهم ايه، بيتكلموا على ايه، مش هخش اعمل لهم فيديو دويتو هيفاء وهبي وهشام عباس، لا هعمل لهم فيديوز بتتكلم على ماينكرافت ازاي بتلعب وكلاش اوف كلانز لما نزلت ايه الابديت. قصدي انت دايما مركز كونسيستنت، مش بتعمل حاجات ورا فيوز، انت بتعمل حاجات ورا براند. في الاخر الحاجات ممكن تبتدي بطيئه بس بتكبر على مهلها واحده واحده لحد ما توصل ان انت يبقى عندك علامه تجاريه الناس عارفاها، اول ما بتشوفها تعرف ان انت بتخش تتفرج على نوع معين من الكونتنت. دي حاجه مهمه جدا 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 ومن الدروس اللي احنا اتعلمناها وبرده هرجع لكم. طيب اشهر بلاتفورم للفيديو الحقيقه موجود دلوقتي وهو اللي الناس كتير قوي بتعمل عليه هو اليوتيوب، وده بسببين. اول سبب انه عليه فيوز كتير جدا، عليه مشاهدين كتير جدا، والمعلومه اللي ممكن ما تعرفوهاش ان يوتيوب جديد، يعني يوتيوب من 2000 وكام، من 2005 مثلا تمام او 2006، يعني جوجل اشتغلت في 2006. ويوتيوب كبلاتفورم او كبزنس قاعد يخسر كتير جدا لحد من كام سنه لانه هوستنج ضخم وناس كتير جدا والاعلانات كانت لسه بتبتدي. بس يوتيوب بيقدم خدمه ممكن ما تبقاش موجوده لحد دلوقتي في بلاتفورمز ثانيه، هي ان انت بتكسب فلوس على الفيديوز بتاعتك تمام، بتكسب فلوس على المحتوى بتاعك. ازاي ده بيتحسب وبيشتغل ازاي هنقوله دلوقتي. الحاجه الثانيه انه يوتيوب كمان من اكبر البلاتفورمز اللي بتتشاف في العالم، والحاجه الميزه اللي عندنا بقى في منطقه الشرق الاوسط ثاني. انتوا سامعيني ولا الصوت بيقطع؟ سامعيني؟ فاهم. الميزه الثانيه اللي عندنا ان احنا ثاني اكبر منطقه في العالم بتتفرج على فيديوز على يوتيوب، يعني بعد امريكا احنا ثاني اكبر منطقه في العالم بتتفرج على فيديوز على يوتيوب، وده معناه انه في استهلاك ضخم جدا للفيديوز اونلاين، وده معناه انه البيزنس ده او السكيل بتاع الشغل ده ممكن يبقى جلوبال مش بس لوكال. اكبر دوله بتشوف يوتيوب في المنطقه هي السعوديه، واكتر منطقه بتطلع حتى فيديوز فيديو كونتنت كويس جدا هي السعوديه. ويا ريت تخشوا تبصوا على حبه اسامي زي يوتيرن، زي تمساح، زي التلفاز، هتشوفوا فكره بناء البراند اللي حكيت لكم عليها وازاي ان هم بقى لهم 3 سنين بيبنوا حاجه وصلت ان هم بقوا مينستريم لدرجه ان هم بيتشافوا اكتر من التلفزيون في المنطقه العربيه. عندك مثلا يوتيرن عندك تلفاز 11، عندك التمساح، هتلاقي يعني دور كده على يوتيوب السعوديه هتلاقيها كتير. طيب برضو طيب ازاي نبتدي نعمل نبقى بارتنرز ليوتيوب، شركاء اليوتيوب. شركاء اليوتيوب معناها ان انت بتحط فيديوز وبتكبر الشانل بتاعتك وبتطلع منها ريفينيو بيجي لك كل اول شهر عندك في البيت لحد عندك. ازاي ده بيحصل؟
عن طريق انت بتخش على اللينك ده youtube.com/partners. مبدئيا بتحتاج تكريت شانل، بتعمل قناة، وبعد ما تعمل القناة دي بتخش على youtube.com/partners. طبعا بترفع على القناة دي فيديو حواريكو ازاي بالتفصيل دلوقتي بشكل عملي، وبعدين بتخش على اللينك ده وحواريكو بنعمل فيه ايه. بس اللي عايز اشرحه لكم ان انت لما بتبقى يوتيوب بارتنر انت بتسمح ليوتيوب انه يحط اعلانات على الكونتنت بتاعك، تمام؟ الاعلانات دي جايه منين؟ جوجل عندها جوجل عندها معلنين، يعني جوجل بتعامل مع كل المعلنين اللي في المنطقه. المعلنين دول بيروحوا لجوجل يقول لها بصي خدي المبلغ ده، خدي 1,000,000 جنيه في الشهر اصرفه لنا على كونتنت على اليوتيوب. فانت مثلا بتعمل برنامج كوره، وانا جالي مثلا شركه اتصالات قالت يلا انا عايز ارعى الكوره الشهر ده في مصر، فبيقول لك خش خد الفلوس دي اصرفها لي على كل محتوى الكوره. فيوتيوب مقسم الشانلز في حزم او في باندلز وبيقول والله يلا كل الشانلز بتاعت الكوره هنوزع عليهم 1,000,000 جنيه دي. فنصيبك انت من الفلوس اللي بتيجي بيبقى عباره عن المبلغ ده متقسم على عدد الشانلز او الفيوز اللي موجوده على يوتيوب في المحتوى ده، تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا تاخدوا بالكم. الحاجه الثانيه ان انت لما بتشغل اعلانات عندك بتزيد ارباحك بيزد على الفيوز بتاعتك، وهشرح لكم ده بالتفصيل. طيب ايه الخطوات اللي محتاجين نعملها علشان نبقى يوتيوب بارتنرز؟ واحد زي ما قلت لكم هو انه بتعملوا تشانل على يوتيوب، بعدين بتروحوا على youtube.com/partners. خليني اوريكم برضو ايه بشكل عملي كده. هو ده شغال صح؟ طيب طيب انا لو دخلت على youtube.com.com هو في حاجه مش مظبوطه. طب ممكن انت كلكم شايفين الشاشه يا جماعه ولا كده شايفينها؟ طيب لو انا مستخدم جديد خالص اهو، خلاص طيب ده الويب سايت، بدخل على youtube.com. شايفين صح ولا الرسم مغطيه؟ ايدي مغطيه تمام. وبعمل طيب وبعمل تحميل، بدخل بعمل تحميل، وعشان اعمل تحميل لازم يبقى عندي فيديو وعندي حساب اوريدي موجود. تعالى مثلا بسرعه كده نعمل حساب باسم ايه؟ الجي اس سي صح كده؟ طيب اهو جي اس سي ازهر، يلا مش مشكله. حط مثلا عنوان ده الايميل بتاعي مثلا gmail.com. واضح ان الايميل ده مستخدم في حته، فتعالى ماشي أظهر. جي اس سي مش مشكلة، احنا مش هنستخدمه تاني يعني. باسورد مش هقولها لكم. بعدين نقول مثلا ماشي عشان هي هي. طيب هي حاجة تانية خالص. لا I love GSC.
ايه؟ فين مصر؟ فين مصر؟ تحيا مصر يا جماعة، سقف مصر يا جماعة بعد إذنكم. مكالمة صوتية، طبعا كلكم بقى معاكم رقمي دلوقتي بس مش مشكلة. يلا مرحبا، شكرا على عملنا الاكونت وطبعا لا ميرسي، وده الايميل رجوع الى يوتيوب. كده عملنا اكونت على يوتيوب عادي جدا، وعندنا فيديو. لا لسه الحته الكويسه جايه، لسه جي اس سي ازهر. مصنع لانتاج السمار؟ لا متابعة. تمام. طيب دلوقتي انا عندي الاكونت ده اتعمل على يوتيوب خلاص. هدخل بقى، انا الحقيقة عندي مفاجأة ليكم، ان انا صورت لكم فيديو. فين بقى؟ ايوة، بعمل ابلود للفيديو اللي انا صورته ده، المفروض ان هو عندي على اليو اس بي. او نجيبه من هنا وخلاص. فين يا احمد؟ فين عبد الرحمن؟ وريني، تعرف تجيب لي الفيديو؟ معلش مش اللابتوب بتاعي فملخبط شويه. تمام ايوه، بس لا ما تدوسش عليه بقى. تمام، اخدت الفيديو وحطيته هنا. لا هتشوفه لما يطلع. تمام، وبيترفع طبعا. برفع الفيديو بتاعي بسميه، وهنتكلم في التفاصيل دي بالظبط، هنسميه باسم مناسب لي، يعني مثلا جي اس سي، الوصف مثلا ازهر. هنتكلم بقى بالتفصيل طبعا اللي انا بعمله ده بس كده عشان امشي الدنيا، والتاجز بتاعته مثلا ازهر كلاب ولا اي حاجه. تمام. طيب بعدين بحطه كبابليك او عام علشان كل الناس تتفرج عليه، وبعدين بيبقى جاهز. طيب بعدين بنشره، وبيبقى ده أول فيديو عندي على القناة. لما بيترفع بتبقى الشانل بتاعتي تم إنشائها. طيب لحد ما ده يحمل، عايز أقول بس إنه الجوجل بارتنرشيب بروجرام زي ما قلت لكم عبارة عن إنه الفيديو ده أنت محتاج بس المينيمم بتاعك عشان يبتدي يطلع لك ريفينيو من الفيديوز على يوتيوب، محتاج انه يبقى عندك اتليست 1 فيديو بس على القناه بتاعتك. فانا رفعت فيديو واحد، ولو جالي ان شاء الله فيو واحده بيتحسب لها ريفينيو برضو. وهوريكم ازاي الفلوس دي بتيجي. على فكره بعمل كل ده عشانك، اللي انت قلت لي خلي الموضوع بتاع الفلوس ده في الاول. طيب فالمينيمم اللي محتاجه، دايما الناس تيجي تسال كتير قوي ايه المينيمم ريكوايرمنتس، ايه اللي انا محتاجه اقل حاجه عشان ابتدي ابقى يوتيوب بارتنر. انت مش محتاج غير فيديو واحد بس مرفوع على القناه بتاعتك بالشكل اللي احنا عملناه دلوقتي. تمام. حد عنده اي سؤال في الحته دي مش واضحه؟ معلش انا عارف انه بالنسبه لناس كتير ممكن تبقى بيزك وعارفينها، بس في ناس كتير ما تعرفش ازاي تعملها، فحبيت اقولها في الاول. عندك سؤال؟ خمسة وخمسين فيو. انت بتقول انه بعد 55 فيو ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى ريفينيو؟ ما هشرح لك دلوقتي الفلوس بتشتغل ازاي بالظبط. اتفضل. هو شرط ان انا لما اجي اعمل قناه على اليوتيوب او اجي اشتغل لازم يكون عندي حساب ادسنس؟
وهنعمله دلوقتي برضه، هوريك ازاي بتعمل. طب بعد طيب. بس ممكن طريقه التفعيل كمان بعد اذنك. حاضر، هوريك كل حاجه دلوقتي. طيب لحد ما ده لحد ما ده يحمل، عايز اوريكم الصفحه اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي youtube.com/partners. هي اختلفت حقيقه، بقت اسمها youtube.com او هي بقت اسمها working together يعني، بس ده الشورت كات بتاعها youtube.com/partners. دي الصفحه اللي بعد ما بتعمل لا سوري، في حاجه غلط. youtube.com معلش، وعشان الكابس معلش، وال تمام. فبتخش على youtube.com/partners، بيحولك على صفحه اسمها working together، اللي هي صفحه التعاون في العمل دي. المفروض ان هي اوتوماتيك، بس مش عارف هنا الدنيا مش ماشيه، فانا هدوس هنا وبيفتح لك الصفحه دي. الصفحه دي بيبقى فيها كل الخطوات بالتفصيل عن ايه اللي المفروض تعمله علشان تبقى يوتيوب بارتنر، تطلع ريفينيو من الموضوع ده. فعندك مثلا اول حاجه ان انت محتاج تفيريفاي القناه. فيريفاي القناه معناه ان انت بتقول ليوتيوب ان هي قناه رسميه بتاعتك، وبتاخد عليها العلامه بتاعت الفيريفيكيشن دي. فده بيتعمل من هنا مع جوجل بلس، لها قصه كده. بس اول حاجه انت محتاج تحقق مع يوتيوب انه ان هي اوفيشال شانل، وتاخد مسؤوليه قانونيه على الموضوع ده. نعم، اي دي دي youtube.com/partners بتدخلك على الصفحه دي. انت اوريدي عملت القناه بتاعتك اهي، تعالي نبص عليها. ادي الفيديو، بالمره بقى افرجكم على الفيديو. طيب فنفترض انه ده فيديو محطوط، ومفروض ان هو اوفيشال فيديو بتاعي. فانا بدخل على القناه بتاعتي، دي القناه بتاعتنا اللي احنا عاملينها، خلاص قناه فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، بس فيها وان فيديو. انت بقى بتروح على صفحه youtube.com/partners دي، بتعمل حاجه اسمها التحقق من قناتك. التحقق من قناتك يعني فيريفيكيشن، يعني انت بتقول ليوتيوب ان القناه دي اوفيشالي بتاعتك، تمام، او بتعتمدها يعني. فبتدوس على التحقق من قناتك، بتختار البلد بتاعك، مصر مثلا. برضو بتعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي ده، خليها بقى اس ام اس، خليها اس ام اس المره دي اهو، تمام. وبنحط الرقم وبتعمل ارسال وخلاص وبتشتغل، تمام. فانت كده بتفيريفاي القناه، بتثبت ان هي ملكك شخصيا عن طريق رقم تليفونك. فدي اول خطوه. الخطوه اللي بعد كده هنرجع بقى باك، بتبقى يوتيوب بارتنر، بمعنى ان انت بتشغل اعلاناتك على الفيديو ده. عندك هنا بيحط لك، بيقول لك المزايا بتاعت كل حد من الناس اللي موجوده. اول حاجه انه اي شخص موجود على يوتيوب عامل قناه عنده المزايا دي، ان هو ممكن يرفع ابلودز ببلاش، يبقى عنده يوتيوب اناليتكس، وهنتكلم على الحاجات دي. ممكن يستخدم انوتيشنز وتعليقات وكومنتس، ممكن يعمل حاجات كتير جدا. بس لما بتعمل فيريفيكيشن او تحقيق للقناه، بيزيد لك حاجه واحده بس مهمه جدا، هي الكستمايزيشن، بمعنى ان تقدر تعدل بقى في حبه حاجات زي الصور الصغيره زي القوائم، وده هنمشي فيها بالتفصيل. وبعدين لما بتعدي 75,000 ساعه مشاهده، بيبقى ليك مزايا ثانيه زياده. 75,000 ساعه مشاهده يعني ايه؟ يعني لو انت، لا ما هي موجوده يعني، انا بقرا الكلام على الشاشه، بس اقصد انه كل نوع، لو انت ما عملتش اي فيريفيكيشن ليك مزايا. لما بتعمل فيريفيكيشن بيبقى ليك ميزه زياده، هي ان انت ممكن تكستمايز، تغير الشكل، البراند، الحاجات دي كلها. ولما بتعدي 75,000 ساعه مشاهده متراكمه، معناها انه لو انا عندي مثلا 75 فيديو، وكل فيديو اتشاف 1000 ساعه، يعني مدته مثلا ساعه، وتشاف 1000 مره، فهي 1000 ساعه. 75,000 ساعه، فاهمين تمشي ازاي؟ لو عندي مثلا فيديوهات دقيقه و1000 فيديو، هما كل واحد فيهم دقيقه، وتشافوا 75 وهكذا. فانت بتتراكم الساعات دي، وده حاجه يوتيوب بيستخدمها عشان يحدد ايه الكونتنت اللي الناس بتقعد تتفرج عليه، مش بس بيدوسوا ويمشوا، لازم يكملوا الاخر عشان عدد الساعات يبقى اكتر. فالمهم بيجي لك مزايا اكتر، زي استخدام البرامج اللي هي بتاعت يوتيوب، برامج التطوير. يوتيوب اصلا بيكلمك
وبيديك دعم استراتيجي وتقني. تلاقي حد من يوتيوب اتصل بيك او بعت لك على الايميل، احنا شايفين القناه بتاعتك بتكبر، ايه اللي انت محتاجه عشان تكبرها، بيوصلك بمعلنين وهكذا. فهي دي الخطوات من اول الزيرو خالص، ده اللي احنا في المرحله دي. وبعدين لما عملنا فيريفيكيشن هنروح للمرحله دي، ولما نوصل 75,000 ساعه مشاهده هيبتدي يوتيوب تيم يكلمك ويساعدك في القناه بتاعتك. ما هو ده اللي احنا لسه عاملينه اللي هو الفيريفيكيشن ده يوتيوب اناليتكس. هقول لك على دلوقتي هنتكلم فيها. معلش انا اسف يا جماعه، هنجمع كل الاسئله في الاخر عشان تمام، بس افتكروها يعني. طيب دي الصفحه اللي احنا فيها، دي المزايا بتاعتنا. وبعدين عشان نبتدي نشتغل على طول بعد ما عملنا فيريفيكيشن، ان احنا بنعمل تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو اللي هو مونيتايزيشن، ازاي اطلع فلوس منه. فانا بدخل على الصفحه دي وبدوس هنا على تحقيق الدخل، الخطوات الاولى تمام، وبيدخلني على الصفحه بتاعه الحساب بتاعي اللي اقدر اشغل منها الاعلانات تمام. ايه المطلوب بقى هنا؟ ان انا ببساطه بعمل تمكين حسابي، بدوس عليه بيطلع لي اتفاقيه. ده العقد اللي كنا زمان بنمضيه مع الناس بشكل ورقي، دلوقتي بقى اونلاين. فانت بتدخل بتقرا الاتفاقيه دي وبعدين توافق عليها. طبعا انا عارف ان مفيش حد بيقراها، انا شخصيا ما قريتهاش، بس لو جوجل قررت تحط ان انت تبيع كل ما تملك لجوجل هتلاقيه مثلا كل الناس تمام. اول حاجه ان انت بتقول انا موافق على البنود دي. تاني حاجه بتقول ان انا مش هدوس على الاعلانات بنفسي، دي حته مهمه جدا، لانه لما بتدوس على الاعلانات بنفسك او بتجيب حد بقى، في ساعات ناس بتحب الفهلوه يقوم جايب مثلا صحابه يلا دوس لي على الاعلانات، فالفيديوز بتتشال والقناه تتقفل. فانت هنا بتقول انه في مسؤوليه قانونيه عليك لما تعمل ده. الفيديوز بيطلع عليها اعلانات اللي هي الترو فيو اللي هي سكيب ذس اد دي. ساعات في ناس بتشتري كليكس، يعني يقول لك تعالى انا عندي مثلا 100 واحد 100 طالب مثلا، تعالوا يا جماعه ايه اعملوا كليكس على الاعلانات عشان اكسب فلوس. لان الاعلانات هو بيكسب منها لما الناس تعمل كليك ساعات، او لما الناس تتفرج، او بيخليهم يتفرجوا حتى. فاليوتيوب بيعرف عن طريق انه بيلاقي الاي بيز قريبه من حته واحده كلها دخلت مره واحده بتتفرج على الفيديوز، فبيشيل الفيديو. بيعتبر انه، وفي ناس تعمل الحكايه دي على فيوز على فكره، وناس يعني فنانين كبار جربوها وقناتهم اتقفلت، اللي هو مثلا منزل البوم جديد يقوم جايب مثلا ايه شركه كده تجيب 10,000 فيو في يوم مثلا، لو تقعد ناس تقعد تريبلاي الفيديو فاهم. فالفيديو بيتشال والقناه تتقفل لانه واضح ان هو سبام. فالحاجات دي بعيده جدا عن ان احنا المفروض نعملها، المفروض تسيب الدنيا تشتغل بشكل طبيعي. الحاجه الاخيره انه، ودي نقطه مهمه جدا، انه ما ينفعش ترفع فيديو على يوتيوب وانت ما عندكش حقوق كل حاجه فيه. لازم الصوت المزيكا تبقى بتاعتك او واخد موافقه صاحبها، لازم الفيديو يبقى بتاعك او واخد موافقه صاحبه. ناس كتير قوي بتقوم واخده حتت من التلفزيونات تقوم جايبه برنامج توك شو بتاع عمرو اديب ولا مش عارف ايه تحطه ويلا بقى تشغل لي فلوس. لا هيتقفل، وهقول لكم هيتقفل ازاي. لا ما برضو الكلام ده بقى، لا يعني انا هقول لك لازم كل حاجه تبقى بتاعتك 100% او واخد حقوقها بورق مسجل من الشخص صاحب الحقوق. مزيكا صوت فيديو مهم جدا جدا جدا. لما بتوافق على البنود دي، وهتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي، لما بتوافق على البنود دي بنعمل اوافق وخلاص كده انا بقدر اشغل الاعلانات بتاعتي على الفيديو اللي انا رفعته بتاع الايفنت بتاعكم. اشكال الاعلانات اللي بتطلع على الفيديوز بتاعتك هي الاعلان ده اللي احنا كلنا بنحبه، لو سكيب ذس اد ده اللي كلنا بنعمل سكيب صح، حد ما بيعملش سكيب؟ كله بيعمل سكيب. النوع الثاني هو الادز اللي هي بتبقى زي صوره كده في الثلث التحتاني عارفينها، او تكست. فهم دول النوعين الاساسيين. الاولاني ده بنسميه ترو فيو، ترو فيو ادز، ترو فيو ادز. والنوع الثاني بنسميه اوفرلاي ادز، مش لازم تعرفوا الاسامي بس هم دول النوعين الموجودين. طبعا النوع اللي هو بتاع سكيب ذس اد ده هو اكتر نوع بيدخل ريفينيو من الفيديوهات. لو طلع عندك كتير معناه ان انت الفيوز بتاعتك بتتحول لرقم اغلى من لو كان الاعلانات بتاعتك هي الاوفرلاي اللي هي التكست او الصوره. وهنتكلم ده برضه بالتفصيل، عارف عندكم اسئله كتير عن ازاي فلوس بتتحسب وقد ايه وكل الكلام. طيب تمام، بعدين بتعمل تمام تحقق الدخل وبتكون خلصت كل خطوات ان انت بتعمل مونيتايزيشن خلاص. افهم ذلك وخلاص. طيب كده انا عندي مقطع فيديو واحد تمام، وشغلت المونيتايز، شغلت تحقيق الدخل على الاكونت كله، يعني كل الاكونت بتاعي اي فيديو يطلع ممكن اشغل عليه اعلانات. طيب الفيديو بقى اللي انا رفعته ده طلع جنبه هنا علامه ايه؟ دولار كده صح؟
دي معناها ان هو ابتدى يطلع اعلانات عليه. لو انت دخلت اتفرجت عليه دلوقتي هتلاقي في اعلان دخل فلوس ليك لصاحب الاكونت ده اللي هو انا برضه. ف ايوه شروه عشان تشروهولي. تمام. ازاي ده حصل؟ انت لما بترفع فيديو تاني بقى ما بتبقاش العلامه دي موجوده، فانت بتحتاج تدخل. تعالى اوريكم كده على الفيديو وبرده هنمشي فيه بالتفصيل المره يعني خلال البرزنتيشن. وتحت في حاجه اسمها تحقيق الدخل، في تاب جديد كده ظهر تحت الفيديو اسمه تحقيق الدخل اهو. معلش هو الانترنت بس بطيء شويه اهو. شايفين ده؟ شايفينه ولا بعيد عليكم؟ اكبر شويه. طيب يعني لو بصيتوا كده معايا على دي ونزلنا تحت شويه كده هتلاقوا فيه معلومات الاساسيه اللي هي الديسكربشن التايتل عنوانه الوصف التاجز، وبعدين في حاجه اسمها تحقيق الدخل شايفينها دي، انت بتعلم عليها او بتشيلها زي ما انت عايز. لو مش عايز الاعلانات تبقى على الفيديو ده بتشيلها، لو عايز تشغل اعلانات على الفيديو ده بترجعها. الصوت مش واضح هنا. انا بدخل على الفيديو، انا لو رفعت فيديو جديد مش اوتوماتيكلي مش لوحده بيشغل اعلانات عليه، لازم تدخل على الفيديو وتعمل اديت او تعمل تعديل للفيديو. وتحت هتلاقي هنا المعلومات الاساسيه، المعلومات الاساسيه دي فيها عنوان الفيديو اسمه والوصف بتاعه وكذا والحاجات اللي بتظهر للناس. وجنبه في حاجه اسمها تحقيق الدخل. تحقيق الدخل ده انت غالبا لما بترفع فيديو جديد بتبقى عامله كده تمام، انت بتعلم عليها بتقول اوكي انا عايز استثمر عن طريق الاعلانات، عايز ادخل لي فلوس عن طريق الاعلانات، فبدوس عليها وبكتب اشكال الاعلانات. عندي الاعلانات المركبه اللي انا حكيت لكم عليها اللي هي الاوفرلاي اللي هي الايمج اللي تحت دي التلت التحتاني شكلها كده برضو، خليني اوريها لكم اهو دي عارفينها. وفي نوع تاني اللي هو السكيب ذس اد اللي انتوا بتحبوه ده تمام، فدول نوعين الاعلانات. فانت بتقول له والله انا الاعلان الفيديو ده انا مش عايز له مثلا الاعلان ده خلاص، او عايز له الاعلان ده بس، او مش عايز الاثنين، او مش عايز الاثنين وهكذا تمام. فانت بتنقي كمان نوع الاعلان اللي انت عايزه يطلع على الفيديو بتاعك. الاعلانات المصوره دي حاجات جوجل بتحطها ما جنب الفيديو كده بص اللي هي دي انت ما عندكش حريه ان انت تقبل او ترفض فيها، هو بيحطها كده كده ان هي مش في الفيديو بتاعك، هي جنبه تمام. فالاعلانات دي كده كده بتطلع، بس الاعلانات اللي على الفيديو انت بتتحكم فيها اوكي. هقول لك بقى، انا عارف انه ده السؤال المهم اللي هو أبجني. طيب تمام. فبتعمل حفظ للتغييرات فخلاص كده انت الاعلان بتاعك شغال على الفيديو بتاعك وكل حاجه زي الفل. طيب كده الفيديو ده لو انتوا كلكم دخلتوا عليه مش هقوله، معلش هقوله لك لوحدك عشان هو لخبطه شويه. طيب تمام، فهنطلع كده وده الفيديو بتاعي وخلاص ارجع تاني على الصفحه بتاعتي. طيب ازاي بقى اقبض الفلوس دي او ازاي بتتحسب؟ تعالى لي بقى. اللي بيحصل هو انه زي ما قلت لكم الفيديوز دي بتجيب فيوز، والفيوز دي لازم تبقى فيوز حقيقيه، يعني ناس دخلت شافت الفيديوز مش انت اللي مشغلها. وهو اصلا بيشيل كمان عدد الفيوز اللي اتشافت من عندك انت من العدد الكل للفيوز. ساعات الواحد لما يرفع فيديو هو عامله يقعد يتفرج عليه كل يوم كل خمس دقايق يشغله، فبيشيل الفيديوز دي ويبتدي يحسب الفيديوز الفيوز بتاعته عامله ازاي. طيب هبقى عشان الموضوع معقد، بص دلوقتي الفيديو ده اتشاف 100 مره تمام، مثلا ال 100 مره دول 20 منهم من السعوديه، 50 من مصر، الباقي او 30 من دول مختلفه من امريكا استراليا مش عارف ايه تمام معايا. من مصر الفيو ليها سعر، ومن السعوديه الفيو ليها سعر، ومن الدول الثانيه كل دوله الفيو ليها سعر. فانا لو في مصر بعمل مثلا فيديو عن الرياضه عن الكوره وجا كوكاكولا قالت يلا انا هحط فلوس كلها على محتوى الكوره اليومين دول، فسعر الفيو في مصر لمحتوى الكوره هيبقى اغلى بكتير من بلد ما فيهاش معلن بتاع رياضه حاطط على الكونتنت بتاع الرياضه. فاهمين الحته دي؟ تاني برضو يعني انا دلوقتي في مصر مثلا في الدوري مثلا ربنا يرجعه بالسلامه، وفي مثلا بلاش يا عم الدوري، في مسلسلات رمضان مثلا خلاص، مسلسلات رمضان كل الناس بتحط عليها اعلانات عشان ده اللي الناس بتتفرج عليه في رمضان. ف
ففي مسلسلات رمضان جت شركه زي اتصالات او موبينيل او فودافون قالت انا هحط على القنوات دي اللي هي عليها مسلسلات كل الفلوس بتاعت الاعلانات بتاعتي. فسعر الفيو المشاهده الواحده هيبقى غالي جدا. ليه؟ عشان هم حطوا مثلا 10 مليون جنيه على 10 مليون فيو، فالفيو واقف بكام؟ بجنيه، صح؟ طيب بس في امريكا بقى في وقت رمضان مفيش مسلسلات رمضان، فلو مفيش معلن امريكي هيقول لك انا عايز الناس اللي بتتفرج على الفيديوز بتاعتي من امريكا يطلع لها اعلان بتاعي، غالبا مش هيحصل، لا هيبقى اقل بكتير، فالفيو هتبقى بايه؟ ب 20 قرش. فاهمين الفكره؟ فعشان كده في لخبطه في موضوع يوتيوب، لانه الحقيقه انه هي مش بالفيو، والناس اللي تقول لكم انه انا المليون فيو ب 1000 دولار ده مش حقيقي، هو بتعلى وبتوطى حسب السيزون وحسب البلد وحسب قد ايه من الفيديو من الفيوز بتاعتك جايه من بلد معينه. تمام؟ بس في افريجز، يعني احنا دايما بنقول انه والله غالبا المليون فيو بالافريج بتاعها، يعني لو انت حسبت سنه كامله وقلت انه من اول السنه لاخر السنه انا جالي كام فيو واقسمهم على الريفينيو اللي جالي، غالبا مع الطلوع والنزول بتاع رمضان والسيزونز والاعياد والكلام ده كله وغيرها، الافريج بيبقى حوالي فعلا كل مليون مشاهده بتبقى من حوالي ممكن من 500 ل 1500 دولار، يعني مثلا ده اللي موجود في مصر دلوقتي، بس ده ممكن يتغير بكره، يعني قصدي الموضوع دايناميك جدا. الخلاصه ان الموضوع معتمد على الفيوز بس. بس حاجه مهمه جدا بقى ان هي فيوز مربوطه بواتش تايم، يعني انت كل ما الناس بتخش على الفيديو وبتتفرج عليه وبتكمله كل ما فرصك انت تجيلك فيوز اكتر واغلى تبقى اكتر. يعني تاني انا عندي مثلا الفيديو ده وعندي في حد صاحبي عامل فيديو شبهه وفيديو تالت وفيديو رابع، عندي 5 فيديوهات بيتكلموا عن نفس الموضوع، ممكن في نفس الوقت الفيديو ده الفيو بتاعته تبقى اغلى. ليه؟ لان الناس دخلت على الفيديو داست بلاي فتحسب فيو بس كملوا لاخره، فالواتش تايم اللي هو زمن المشاهده بقى اكبر من الفيديوهات الثانيه، فالسيستم بيعتبر ده دليل انه الفيديو كواليتي بتاعته كويسه الناس عايز تتفرج عليه، فبيرفعه لك في السيرش انجن وبيقدم له الاعلانات الاغلى. فاهمين الفكره؟ فلما انت الفيديو بتاعك يتشاف لاخره والمده المشاهده بتاعته كتوتال تبقى اكتر من غيرك، معناه انت بيجي لك اعلانات اغلى وبيجي لك فيوز اكتر عشان هو بيزقه انه الناس تتفرج عليه. هو ده الحته اللي عامله اللخبطه في قصه يوتيوب. بس في يوتيوب ما تخليش حد يجي يقول لك ايه يا عم لا ده المليون ب 1000، مفيش الكلام ده. او كنا لسه بتكلم مع ايدي اهو، ازيك ايدي؟ انه محدش عارف، يعني لما يجي يعمل شو بزنس محدش عارف والله انا لا انا التارجت بتاعي 10 مليون عشان هدخل 10,000 فاخد منهم 2000 اصرفه مع موظفين و2000 اجر بيهم، لا مفيش كده. للاسف الموضوع طالع نازل جدا، وعشان كده انا بقول لكم نحاول نشفت تفكيرنا ان هي بس فلوس بتخش بريت معين قد ما هي طريقه ان انت بتبني بيها البراند بتاعك، بتبني اسمك اللي عن طريق تقدر تبيع بقى كل الحاجات الثانيه، تلفزيون، براندنج، تبيع لادفرتايزرز مختلفين وهكذا وهكذا. هقول لكم برده حبه تفاصيل عن الموضوع ده. طيب نرجع تاني بقى للموضوع الحرج بتاع ازاي فلوس اصلا بتجيلي. انتوا كده فهمتوا ازاي بتتحسب؟ طيب ازاي فلوس بتجيلي اصلا بقى؟ برضو بتدخل هنا، تعال نرجع تاني برضو للصفحه اللي هي الايه، فين 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 فين، عشان برضو ما نتلخبطش. شايفين الصفحه دي اللي احنا دخلناها من youtube.com/partners، صح؟ الصفحه دي فيها تحت كده الارشادات والمعلومات، كيف يمكنني كيف يمكنني جني ارباح من مقاطع الفيديو. هو ده ايه يا جماعه، فيروس ولا ايه؟ اهو شايفين الحته دي، نرجع تاني برضه عشان الناس ما تتوهش. اهو انا هنا كنت هنا اصلا باك، تمام؟ دخلنا على الصفحه دي بعد ما عملنا القناه والفيديو youtube.com/partners، هننزل تحت عملنا فيريفيكيشن، وبعدين هننزل تحت خالص هنعمل تحقيق الدخل. لو دوست على الخطوات الاولى بترجع بتعمل تمكين حساب، بعد ما عملنا تمكين الحساب بدخل هنا في عندنا حاجه اسمها كيف استلم دفعاتي، ازاي استلم الفلوس بتاعتي، تمام؟ بدخل بدوس عليها اهو، وبيقول لك يجب ربط حساب الادسنس بتاعك، بتدوس عليه. وده مهم جدا بقى، لازم تعمله من الحته دي، ما ينفعش تعمله من الادسنس بره، دي غلطة ناس كتير بتقع فيها. بيعمل اكونت ادسنس ويقول له يلا اربطه باليوتيوب، مش بينفع، لازم تعمله من جوه يوتيوب عن طريق الحتة اللي احنا قلنا عليها دي youtube.com/partners. بخش على تمكين الحساب او الخطوات الاولى، بعمل كيف استلم دفعاتي، بخش على الصفحة دي. ايه هو الادسنس ده؟ الادسنس ده
هو السيستم اللي جوجل بيستخدمه علشان يحط اعلاناته على ويب سايتس وعلى فيديوز مختلفه. تمام؟ فانا لو معلن وعايز احط اعلاني على كل الصفحات اونلاين اللي بتتكلم على التجميل مثلا، تمام، انا مثلا اوريفلام وعايز اطلع على كل الحاجات اللي بتطلع على التجميل، فهخش على ادسنس اقول له سمحت جيب لي كل الصفحات اللي بتتكلم على التجميل، هيجيب سوري على ادورز، بس الادسنس هو المكان بتاع الببلشر. فانت لو عندك ويب سايت بيتكلم على التجميل بتخش على ادسنس وتقول له انا اهو لو سمحت حطني في الباكج بتاعت المعلنين بتوع التجميل، تمام؟ هي دي الفكره. وهنا برضو نفس الفكره، انت لو يوتيوب بتعمل حاجات للكوره، ايوه انا اهو انا عايز اطلع باعلاناتي، وهو بيجمع لك الفلوس اللي جايه من كل الحاجات بتاعتك وبيحطها لك في مكان وبيبعتها لك بشيكات وبتاع، واحنا هوريكم دلوقتي الشكل هيعمل ازاي. طيب بعمل تحقيق الدخل، بدخل على ادسنس بعمل نيكست او التالي، وبعدين بدخل على هيدخلني على المفروض ادسنس، اتبع بقى التعليمات اللي هو بيقولها لك بقى ايه خطوه بخطوه. تمام، احنا كده كده عندنا حساب بتاع جوجل بدخل عليه. نسيت الباسورد. لا كنت بضحك عليكم. لا بلاش احراج بقى. لا ما كانش فيه كابس، كنا قفلناه. كان فيه؟ طب ليه بس؟ نبدأ من الأول. مبروك. طيب كده دخلنا عملنا الباسورد بتاعنا، بعدين بتقول له انت عايز لغه المحتوى تبقى ايه. انا بحب دايما اخليها يعني سيبها انجليزي، وبعدين هو بيقول لك ايه دي القناه بتاعتك، هنعرض عليها الاعلانات بتاعتك. خلاص بتعمل متابعه نكست، بعدين بيطلب منك بقى تفاصيل هيبعت لك عليها فلوس، فبيقول لك والله البلد ايه، ننزل تحت خالص بقى خلاص اتعلمنا مصر، وبعدين انت ايه، انت فرد ولا نشاط تجاري؟ فهنقول مثلا انا فرد. اسم المدفوع لامره، مين الشخص اللي هيستلم الفلوس، اسمه ايه؟ فهنقول مثلا طبعا هاخد فلوس الازهر انا كلها، هيثم يحيى. وبعدين عنوان الشارع، المدينه، البلد، المقاطعه، احنا في القاهره، رقم التليفون، ارسال طلب الاشتراك، بس خلاص شكرا. عندك بقى بعد ما بيبعت طلب الاشتراك واليوتيوب بيوافق عليه او الادسنس بيوافق عليه، بيبعت لك ايميل تاني يقول لك انت عايز تستلم الفلوس ازاي. عندك ثلاث طرق، يا اما حساب بنك يحول لك على حساب بنك، يا اما يبعت لك بويسترن يونيون، يا اما يبعت لك شيك على العنوان اللي انت هتحطه هنا. كل البنوك، بس انا انصحك تبعد عن الشيكات، لو انت حجمك صغير الشيكات بتاخد ثلاث شهور عبارة ما تتصرف. فانت ويسترن يونيون على طول او حساب بنك، ده احسن حاجه، بتدخل رقم حسابك البنك وكل شهر بيجي لك الرقم اللي انت كسبته. حد عنده سؤال هنا؟ نجمع الاسئله بقى في كل الحته اللي فاتت دي. معلش المايك بقى. ناخدها بالدور يعني، المايك بقى يعدي على حد بعد اذنك. رمز البريزي بوستال كود، يعني رقم اللي هو رقم البريدي، عمرك سمعت عن رقم البريدي؟ رقم البريدي 12 15 ماسبيرو، مش فاكر الحاجات دي. يا جماعه معلش ممكن بس نسمع بعض؟ فين المايك هنا؟ في مايك؟ طب امسك اتفضل. الحساب البنكي غير الفيزا بتاعت سي اي بي اللي هي بتتعمل ب 20 جنيه، ولا لازم يكون حساب بنكي حساب بنكي؟ حساب بنكي لازم يبقى عندك حساب في البنك، حساب جاري يعني، ويا ريت لو بالدولار عشان هما بيحولوا بالدولار. وانا عندي اصلا شانل ومفروض ان عليا فلوس، بس انا الايميل ده ما جاليش، جالي ايميل تاني بالاكونت بتاع ادسنس نفسه اللي هو بيتحسب فيه الفلوس، فايه الحل؟ انا الايميل اللي جالي كان موجود فيه من جوه اليوتيوب، تمام كده، وبعد كده الايميل اتفضل. بتوصل ل $100 ارباح، بيبعت لك ايميل بيقول لك عايز تستلمهم ازاي.
ان هم بيبعت لك الارباح الا لما تعدي ال $100. ده اللي انا قصدي عليه، يعني بالزبط. لسه التحديد بعد ما اعدي ال $100 بالظبط، هو يبعت لك ايميل بيقول لك الكلام ده. كده سؤال في الملكية الفكرية هتكلم فيها كمان شوية، معلش عشان بس ان حد عنده اي سؤال في الحتة دي التقنية عشان نخلصها بتاعت الفلوس. هو لو فيديو ترند مثلا على اليوتيوب، لو فيديو ترند على اليوتيوب وعليه عدد فيوز كتير وهو لسه نازل، لسه يعني ابلودد على طول، فالفيوز كتير دي ممكن تقفل للشانل؟ ممكن ايه؟ ممكن تقفل للشانل الفيوز كتير تقفل للشانل؟ لا، ما هو انت قلت ان انا مثلا ممكن انا يعني ابلود فيديو واقول لاصحابي تعالوا اتفرجوا عليه فالشانل كلها تتقفل. لا 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 لا، انا بتكلم على حاجه محدده اللي هو الناس اللي بتشتري فيوز. انت لو رفعت الفيديو وقلت لاصحابك، اصحابك ما تزعلش مني يعني، انا عارف انت ممكن تبقى محبوب وكده، بس اصحابك هيوصلوا لكام يعني؟ 1000 واحد، كل واحد هيشوفه مره فخلاص. انا بتكلم على الناس اللي بتشتري مليون فيو، بتشتري 100,000 فيو، بيعادوا روبوتس وسوفت وير مخصوصه طاقه. ما هو بيحصل لو فيديو ترند مثلا على اليوتيوب او اي حاجه حلو، ممكن حد اي حد مثلا على الفيسبوك عنده ناس، لا ممكن يرمي لينك على اليوتيوب. لا لا، غالبا بتحصل انه بيبقى فيه سوفت وير معين او برنامج هو اللي بيخش يعمل بلاي يعني. طب وتعمل فيديو بيفرق في الواتشنج اورز، يعني بيفرق في عدد الفيوز؟ انت قلت كل ما اتفرج، يعني انت قلت كل ما اتفرج مثلا على 3 دقائق من الفيديو غير لما اتفرج على ساعه. لو انا منزل الفيديو مثلا كله 8 دقائق، ده بيفرق معايا في عدد الفيوز؟ لا لا، بتفرق في الواتش تايم اللي حكيت لك عليه. ماشي، تعال نشوف. طيب حد عنده سؤال بالنسبه لل، طيب طب ممكن، طيب يعني قرارك انت، شوف بقى عايز. هو المسؤول بقى، فانت طيب. طب لو سمحت دلوقتي، يعني لو مثلا يعني كل القنوات كده هو ماشي على نفس النظام اللي هي بتاخدها بالفلوس، الايه، كل القنوات ماشيه على نفس النظام اللي هي كلها بالفلوس، يعني زي مثلا شادي سرور، يعني هو بيمشي نفس النظام اللي هو بالفلوس برضو بالظبط. يعني شادي سرور مثال كويس، لان هو جه من فاين، انتوا كنتوا تعملوا على فاين وراح على يوتيوب عشان هو ده اللي بيدخل الفلوس دلوقتي لحد دلوقتي. بس لو فاين عمل فلوس هيفضل على فاين. انا صح، خلاص كده فلوس. عايز انت اي حاجه؟ عايز عايز مقدم؟ طيب حاضر. في الحساب البنكي مثلا زي باي بال وبايونير والحاجات دي، كل حاجه البنك الاهلي يعني. بنك اسكندريه يا عم. ماشي، اتفضل. حضرتك قلت لازم نخلي لغه حضرتك تفضل لغه المحتوى تكون انجليش، هل في مانع ان انا حتى لو خليتها انجليش اقدم محتوى بالعربي ولا لا؟ لا لا لا، اعمل محتوى زي ما انت عايز. انا كنت بتكلم على الحته بتاعت ادسنس بالذات، اعملها انجليش وانت بتعمل ادسنس، بس عشان في شويه لخبطه في السيستم بتعملها عربي ساعات مش بيجيب لك اعلانات من بره، فانت خليها انجلش تجيب لك عربي انجليزي. بس في اليوتيوب ارفع فيديوز بالعربي طبعا. تمام، شكرا، ملهاش حل يعني. اتفضل. حد عنده اسئله؟ انا في سؤال بس بالنسبه لل الاماونت بتاعت الفلوس اللي داخل البنك. ريسنتلي كده بقى في ليميتيشن بين البنك المركزي، الفلوس دي جايه لك منين وليه والفريكوانسي بتاعتها ايه؟ هل حضرتك واجهت مشكله في الجزئيه دي؟ انت جالك المشكله دي قبل كده؟ سوري، حصلت لك المشكله دي قبل كده؟ يعني ريسنتلي بقت البنوك بتعمل ليميتيشن على الفلوس دي جايه ليه، منين، الاماونت كام والفريكوانسي بتاعتها. لا انا عمري ما شفت المشكله دي حصلت. يوتيوب يوتيوب وجوجل بيبعتوا احنا عندنا 200,000 بارتنر في مصر. بس واضح ان هم في اتفاق ما، ان احنا فاهمين انه ده جاي من جوجل وجاي من مصدر الفلاني وبتتبعت من ايرلندا من 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 الشركه هناك، فمعروف يعني. لا ما فيش المشكله دي، هي مش زي تحويل بين الشركات يعني، هي حاجة للأفراد يعني. أنا لسه مرهوكم. ها؟ بتخشي على كيف أستلم دفعاتي نكست وتحطي عنوانك وبتاع. من جوه يوتيوب. اتفضل. في سؤالين. السؤال الأولاني، أنا كان عندي قناة. معلش يا جماعة أنا بس مش سامع. أستاذي معلش. أنا بس مش سامع من، لا ورا مش سامع معلش، أنا آسف. صوت بس، اتفضل. كان عندي قناه للشركه والاكونت بتاعي تم التهكير عليه واتسرق. ماشي، هل اقدر اقفل القناه ديت عشان اقدر افتح القناه دي؟ نتكلم مع بعض عليها بره عشان ملهاش علاقه بالموضوع. اوكي، دي واحد. اتنين، بالنسبه للاعلانات بتاعت اليوتيوب، اوكي، اقدر انا اعمل كرييت لاعلان عن طريق الشركات اللي هي بتعمل لك فيديو كرتوني او الحاجات ده كله، واقدر ارفعها عادي ما فيهاش مشاكل بما ان انا مشتري الفيديو؟ ده حصري، ده بالنسبه لي هيبقى حصري. لو انت معاك الحقوق ارفعه. ما انا بدفع ثمن الفيديو. اوكي، بالظبط بالظبط. لو عرفت، لو معاك فلوس تشتري مسلسل غادة عبد الرازق وترفعه عندك، اهلا وسهلا يعني. يعني ليه لا؟ بس المهم يبقى معاك الحقوق يعني.
هو ممكن ما يوافقش على الطلب اللي انا طالبه. ليه؟ ما يوافقش على الطلب اللي انا طالبه. لو الادسنس بتاعك بادي من الصفر هيوافق عليه، لو الادسنس بتاعك اللي انت حطيته كان مربوط بمواقع ثانيه فيها مشاكل ممكن يرفضه. تمام. لا مش ليميتد، بس في حاجه لها علاقه بالكوبي رايتس هتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. انا في فيديو كنت رافعه تصوير انا و... كنت مشغل مزيكه ايه؟ لا مفيش مزيكه. ده مفيش مزيكه في ورا كده؟ مفيش اي حاجه. التلفزيون شغال في عمرو دياب؟ لا ولا اي حاجه. التصوير كله بتاعي ومفيش اي حاجه اصلا عليها حقوق. فا ام بي سي خدته مني وعملت لي ستريك ومسحت لي الفيديو وزي الفل. هم خدوه. طب ايه بقى الحل؟ بقى اعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. حاضر. خليها بس سؤالين بس. اول سؤال، ان انت لازم ان الفيديو اللي انت بترفعه يكون حصري ومش ما اتعملش قبل كده، ولا ممكن تاخد فيديو تاني وتعدل عليه او تعمل فيه حاجه وترفعه؟ هتكلم فيها برضو بالتفصيل. طب السؤال التاني، طيب بعد ما اعمل القناه ورفعت الفيديوهات وكده، ممكن اخد اللينك بتاعها وارفعه على الفيس ويجيب لي؟ طبعا طبعا، هو كل الناس بتعمل كده وعلى ويب سايتس وكذا. شو ممكن تاخد الفيديوز وتعملها امبيدنج وبتتحسب كفيوز للفيديو وتتحسب كاعلانات للفيديو برضو. هو انت بتاخد الفيديو بتعمل له امبيدنج، بتاخد اللينك. انت زي ما بتشير فيديو على فيسبوك بتعمل ايه؟ بتاخد اللينك بتاع الفيديو تحطه على فيسبوك. الناس اللي تتفرج على الفيديو على فيسبوك بتتفرج على القناه بتاعتك والفيوز بتتحسب لك والارباح بتتحسب لك. فبالعكس ده جزء اصلا من النصايح اللي هتكلم فيها، ان انت تستخدم السوشيال ميديا والويب سايت كتير عشان تجيب ترافيك لنفسك. كانت ادسنس بس اي افليت عامه على الانترنت اقدر اكسب منه فلوس. بعمل اكونت على بايونير بيبعت. انت بتعمل دعايه لبايونير دلوقتي؟ لا لا لا، ده حل للمشكله. لا لا مش مشكله. هو عامه ما فيش مشكله يعني. انا بقول لك احنا عندنا 200,000 بارتنر بيقبضوا فلوسهم زي الفل. طيب. الناس قاعده في الدلينجات وبتاع، فمش بايونير يعني. تمام جدا يعني، لو في حد عنده مشكله شوفوا بنك بايونير. معلش. لا طب اكمل بقى. انا عايز اقول الفكره بس، ممكن ولا هي الفكره؟ الفكره بس ان هو بيبعت فيزا، فانا بيتحول لي الفلوس على الفيزا واقدر اصرفها من اي ماكينه اي تي ام على طول. حلو، شكرا. تمام. حد عنده اخر سؤال بقى او اخر سؤالين؟ لا هنا بقى، معلش انا وعدتك فيبقوا اخر ثلاثة بسرعه. 1 2 3 1 2 3 هنا. حد هنا كان رافع ايده؟ الانسه بقى، ليديز فيرست، انت الراوند الجاي اتفضل. طب هو ازاي ان انا اعمل شير لفيديو مثلا على حاجه زي بيهانس؟ حاجه زي بيهانس وبتاعت ازاي اعرض مثلا فيديو معين في بروجكت مثلا في حاجه زي بيهانس؟ شفت واحد عامل امبيد لفيديو قبل كده في شوف على بيهانس، ازاي ده بروجرامنج ولا تول؟ ايه اللي انت قلت؟ انا مش فاهم ايه ده، اسمه ايه؟ بيهانس هو عامل امبيد لفيديو معين انا شفته اونلاين شغال على بيهانس، ازاي ده بروجرامنج ولا انا بعمله بتولز معينه؟ بروجرامنج. انت بتخش بص اهو، تعالى ادي الفيديو. مش ده الفيديو بتاعي؟ اهو بدخل على الفيديو بتاعي اتفرج عليه اهو. تحت كده هتلاقي حاجه اسمها مشاركه، شايفها؟ مشاركه، تمام. عندك مشاركه، ده اللينك، ده اللي انت بتاخده وتحطه لاصحابك وتبعته على مسج، بتحطه على الفيسبوك، كل الكلام ده مظبوط. عندك هنا حاجه اسمها تضمين، شايف التضمين دي؟ بيديك كود كده بتحطه في الويب سايت، بيبقى بلاير جوه الويب سايت بس. شكرا. طيب سؤال هنا بقى الاستاذه، عندك سؤال صح؟ ممكن المايك نفس السؤال؟ طب خلاص حلو، عنده سؤال ملح. الثلاثه. طب اتفضل. حضرتك قلت ان الفيديوهات لازم تبقى حصريه، اليوتيوب بيدي خيار ان اقدر اعمل نقد للفيديوهات اللي مش اللي هي مش بتاعتي وانزلها عادي، او ان انا اعمل ريميكس ليها ودي مسموح لي ان انا ادخلها يعني على اليوتيوب. هتكلم عليها بالتفصيل كمان. طب في جزئيه ثانيه خاصه بالامبيد او التضمين، لو انا عملت موقع وعملت تضمين لكل الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب وشغلت على الموقع بتاعي ادسنس او اعلانات ادسنس، ده هيبقى مخالف؟ لا. وهكسب من ورا الموضوع ده؟ هو هيكسب من وراك وانت هتكسب من وراه. اليوم السابع عامل الموضوع ده تقريبا يعني، جايب الفيديوهات بتاعتي عادي جدا. انا اللي بره الويب يوتيوب ماليش دعوه بيه، بس الفيديو نفسه جوه هيبقى الفيوز بتاعته محسوبه للشخص صاحب الفيديو. اكيد. المشاهدات بقى اللي بتجي لنا على الموقع هكسب من وراها ولا؟ براحتك، بالعكس ده في بيزنسز كتيره جدا مبنيه على الموضوع ده. طيب معلش انا هاخد سؤال واحد بس مين بقى يعني اللي هو ممكن هنا؟ ممكن البدايه والنهايه يعني بضمنها بحيث ان انا
بص انا هتكلم بتفصيل عن القصه دي دلوقتي معلش خلاص انا اسف معلش طيب بس عشان الوقت انا هجمع الساعه بقت 5:30 صح اوف طيب بسرعه جدا كده انا معاكم يعني احنا حاضر طب عايز ايه قول بسرعه هقولها دلوقتي انا عارف قصدك على ايه اللي بتدوس عليها بتروح على فيديو تاني او ويب سايت حاضر اصل انا سمعت الاسئله دي كتير قبل كده فعارف اتفضل ها عندك ايه سؤال جديد اتفضل ممنوع ممنوع الفيديو هيتشال طيب نرجع تاني بقى في حاجه الحته اللي انت بتقولها دي مهمه حوالي اخر حاجه في قصه الاعلانات وهي انه ما ينفعش تاخد فيديو اعلان فيديو وتحط جوه الفيديو بتاعك تاديت جوه الفيديو بتاعك ده ضد البوليسي بتاعت يوتيوب لانه يوتيوب موفر لك هوستنج موفر لك ترافيك موصل لك ناس موفر لك كل حاجه وانت جاي تاخد تاكل تسرق منه اكل عيشه يعني انت تاخد فيديو وتحطه وتكسب منه فلوس بره بره لا لازم الشخص يروح ليوتيوب ويعلن عنده ويكسب منه فلوس وتقسموا انتوا مع بعض الفلوس بينكم وبين يوتيوب بس طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا معلش هو خلاص كده احنا خلصنا المونيتايزيشن البتاع عامل ازاي الشكل عامل ازاي طيب خليني اقول لكم كده ده الادسنس تاني اهو بحط الاسم والعنوان والحاجات دي كلها ويرسل طلب الاشتراك وشكرا انا كده هقبض الفلوس بتاعتي طيب دي القناة بتاعتنا دي القناة بتاعتنا انت لو دخلت لو في فيديو عجبك مثلا متشاهر على فيسبوك او كذا شايفين لو في فيديو عجبك متشاهر على فيسبوك او كذا ودخلت على القناة دي ولقيت فيديو مثلا اهو ما هو ده مقاطع الفيديو مثلا تمام ده القناة بتاعتنا هتحس بايه مش هتحس ان هي قناة كده نصكم صح تحس انه فاللي انا عايز اتكلمكم معاه بقى بعدين دلوقتي هو ازاي بنوبتمايز ازاي بنحسن تجربه الشخص اللي بيتفرج على الفيديو عشان يجي ناس اكتر ويسبسكرايبوا للقناه ويشيروا والفيديو نفسه الفيديو نفسه ازاي ممكن يتعمل بطريقه تبقى اتراكتيف للناس وكل ما الفيوز تزيد والواتش تايم بيزيد زي ما شرحت لكم كل ما ايه كل ما الايه الارباح تزيد طيب حاجه بس عايز اقولها لكم مهمه جدا انه القسم اللي جاي ده مش بس اليوتيوب بس بيتكلم على الفيديو بشكل عام فانت لو بتعمل فيديوز لفيسبوك كامبين بتعمل فيديو لاي حاجه دي خلاصه الموضوع طيب انا عندي 16 نصيحه عايز انصحها لاي حد بيعمل فيديو مين هنا بيعمل فيديوهات اصلا او بيصور او بيكتب او بيمنتج او بيخرج او مهتم ان هو ينتج او يعرف ناس ممكن يساعدهم اونلاين طب حلو طيب يوتيوب بصفة ان هو اكبر بلاتفورم فيديو في العالم جمع اكتر ملاحظات عن ايه اللي بيخلي الكونتنت ناجح وشغال خلاص ايه اللي بيخلي حاجة فايرل ايه اللي بيخلي حاجة تشتغل كويس جمع وجمع الحاجات دي في حاجة اسمها youtube.com/ فين اهو سلاش playbook ده عبارة عن كتاب حاجة و80 صفحة بيشرح لك بالتفصيل من اول ما بتيجي تفكر تعمل برنامج اونلاين لحد ما تيجي تبيعه وتكسب منه فلوس مهم جدا 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 لاي حد مهتم انه يعمل شغل على الانترنت له علاقه بالاونلاين فيديو انه يبص على ده انا جمعته لكم كله كل الحاجات دي هو طبعا كبير جدا ومضخم ومن اول التصوير والاضاءه والكاميرا تثبت ازاي والناس وكل الحاجات دي بس انا جمعته في 16 نصيحه عايز اقولها لكم ورا بعض كده اول نصيحه بنسميها اول 10 ثواني اول 10 ثواني معناها انه اكتر حته بتجذب الناس ان هي تتفرج على فيديو لحد اخره وبتاثر على الواتش تايم هي اول 10 ثواني من الفيديو في ترند انا كنت لسه قاعد مع تلفزيون كبير قوي التلفزيون الكبير ده قوي ده بيجي مثلا ايه يجيب لك حلقه او سيجمنت او حته صغيره دقيقه وفي اولها تلاقي مزيكا ولوجوهات ومش عارف ايه وحاجات كده لمده 4-5 ثواني بتشوفوها كتير صح اول الفيديو خالص بيبقى فيه 5 ثواني لوجو وكلام ومزيكا ملهاش علاقه بالفيديو في عندنا ريبورت في عندنا تقرير هنا اسمه اودينس ريتنشن هوريكم شكله عامل ازاي بيوريك الناس سابت الفيديو فين او قفلت الفيديو فين 90% من الناس اللي دخلت تشوف الفيديو قفلته في الخمس ثواني الاولانيين دول فانت فقدت جمهور كبير جدا كان عايز يتفرج على الفيديو وزهق من اول 3-4 ثواني
واحنا دلوقتي في عالم سريع، يعني انت بتقعد على الموبايل بتلاقي حد مشير بتبص، لو لقيت حد حاطط لك لوجو مقدمه مش عارف ايه 3 4 5 ثواني بتقفل. تمام؟ فمهم جدا جدا ان اول 10 ثواني من الفيديو، الحقيقه ان هم اول 5 ثواني من الفيديو يبقوا اتراكتيف جدا، يبقوا جذابين، يبقى عايز تخلي الشخص يكمل بطرق كتير. بقى دي حته كرييتيف، يعني انا مثلا هنا انا يا ريت ده يبقى شغال لحظه. كان في مثلا فيديو مش شغال. طيب يعني هقول لكم مثال، يعني مثلا لو انا بعمل فيديو برنامج مثلا، وبرنامج ده له تترات وله برنامج مثلا، او الفيديو الحلقه مثلا بتبقى مدتها مثلا 5 دقائق خلينا نقول، وعندي تترات وعندي حاجات وبتاع، فكره كويسه ان انا في اول 5 ثواني احط كده مونتاج سريع او مقدمه سريعه للايه اللي هيحصل في الحلقه مثلا. تمام؟ هايلايت كده، لو تك 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 بص مش عارف ايه قال كذا كذا، وبعدين دخل التتر. دي حاجات بتجذب الناس. ممكن تحط حاجه في الاول كده يعني مش عارف، نفسي اوريكم حاجات من السعوديه عشان تفهموا قصدي ايه، بس مثلا في الاول بيعملوا سكتش صغير كده وبيحطوا فيه منتج وبيجذب الناس لموضوع الحلقه، بعدين يكملوا يخشوا في الحلقه. مهم جدا تاني ان اول 3 4 5 ثواني دول يبقوا هم اكتر حاجه جذابه في الموضوع. طيب الحاجه الثانيه هي التو مينتس. مهم جدا تفهموا انه كل ما الفيديو في نوعين، خلينا نقول من الاول انه في نوعين من الناس اللي بتتفرج على يوتيوب او على الفيديو بشكل عام. في النوع اللي جاي عايز يتفرج على حاجه معينه، انا داخل اتفرج على فيلم الوساده الخالي او داخل اتفرج على فيلم مش عارف ايه او مسلسل ايه، انا راجل جاي قاعد في البيت فاتح معايا الفشار بتاعي ومستريح وبتفرج على الفيلم بمزاجي وانا اللي طالبه، فانا مستعد اقعد اتفرج على ساعه ونص براحتي. تمام؟ النوع الثاني من اليوزرز هم الناس اللي بتلاقي حاجه كده متشيره فيبص عليها بسرعه، دول عمرهم ما هيتفرجوا على حاجه اكتر من دقيقتين. انت شطارتك ان انت تميكس الاثنين، بمعنى ان انت عندك قناه جديده فيها برنامج، هتحط الاول في المرحله الاولانيه عشان تطلع محتاج الكونتنت الفايرال اللي هو دقيقتين، اقل من دقيقتين كمان، دقيقه كام ثانيه، وتوزعه على كل السوشيال ميديا وتحاول الناس تتفرج عليه وتعرف ايه الموضوع، تروح عندك على القناه تبص ايه اللي موجود عندك وتبتدي بقى تقعد تتفرج على الحاجات الاطول. فانت مهم جدا ان انت فيديوهاتك في مرحله الانتشار او الفيديوهات اللي انت عايزها تبقى فايرال، عايزها تجيب لك فيوز كتير، تبقى اقصر من دقيقتين. حد فيكم عمره شاف فيديو متشير على فيسبوك مدته مثلا 15 دقيقه قاعد تتفرج عليه كله؟ مستحيل. الفيديوهات الطويله انت بتخش بنفسك بتدور عليها عشان تتفرج عليها. طيب معلش هجاوب عليك لما اخلص. طيب ده التو مينتس رول. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا وفيها مشكله كبيره جدا عندنا في المنطقه العربيه هي الكونسستنسي، بمعنى الالتزام الاستمراريه. دايما بيحصل وشفناها كتير جدا انه الناس تعمل برنامج وفكرته ناجحه وظريف والناس بتحبه وبتموت فيه، بعدين يقوم يطلع 3 4 فيديوهات اول اسبوع، بعدين ينام 6 شهور مش بتشوفها كتير، بعدين يقوم يطلع فيديو في الاخر. فانت بتفقد المومنتم، بتفقد الزخم بتاعك. انت بنيت جمهور واحده بواحده وناس اتعودت ان انت بتنزل حلقه كل اسبوع، وبعدين فجاه اسكت فبيسيبوك، والكيرف بتاعك او المنحنى بتاعك بدل ما هو عامل كده بيعمل كده كمان. تمام؟ فمهم جدا ان انت لما تيجي تخطط زي ما قلت لكم الموضوع يبقى مشروع طويل الامد، انت عامل حسابك انه يقعد سنه سنه ونص كام شهر. المهم ان انت يبقى عندك دايما في الدرج افكار وحلقات جاهزه ان هي تتصور وتطلع بشكل منتظم. والمهم جدا ان انت تبلغ ده للجمهور بتاعك، انت على اليوتيوب او على فيسبوك او على اي حاجه انت تعمل عليها فيديوز، مهم جدا ان انت تقول يا جماعه انا هطلع حلقه كل يوم اثنين، هطلع حلقه كل اسبوعين يوم كذا. مهم جدا لانه ده اللي بيخلي الناس تقعد تستناها، ودي لعبه قديمه جدا بيعملوها في الاعلام، يعني حتى من ايام حفلات ام كلثوم اول خميس، هو بيبني عاده ان انت هتستنى البرنامج اللي انت بتحبه في يوم معين، وده بيفرق جدا 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 في السبسكرايبرز وفي الواتش تايم، وبيفرق جدا جدا في البراند اللي انا قلت لكم لازم نبنيها، العلامه التجاريه بتاعتك، الناس تحس انه في حد منظم بروفيشنال ورا الموضوع ده. طب معلش عشان ما حدش سامع، ينفع اخلص ونسال السؤال ده؟ اوعدك تبقي اول واحد. طيب عشان بس مش سامع كويس. طيب الحاجه الرابعه المهمه جدا هي اسمها كول تو اكشن. الدراسات بقى بتاعت الانترنت كده والجزء السايكولوجي النفسي من استخدام المستخدمين الانترنت قال لنا ان انت لما بتقول لحد يعمل حاجه بيعملها. يعني حاجه غريبه جدا لما تقول حد سبسكرايب بيسبسكرايب، انا عارف ان انتوا بتشوفوها كتير وتحس ان هي مش بتاثر عليك،
بس فعلا لما بتبقى حابب حاجه بتتفرج عليها وتسمع اعمل لايك طب شير طب اتكلم، بس طبعا مش لازم تبقى مباشره كده. ده مثال مثلا لبرنامج في السعوديه انا بحبه قوي اسمه التمساح. في حد هنا كان عارفه صح؟ انت التمساح بيعمل حركه ظريفه جدا، هو عن عروسه كده على شكل تمساح في السعوديه وبيتكلم في حاجات ما ينفعش حد يقولها في السعوديه، بيعاكس بقى ناس وبيسهر وبيسافر ومش عارف ايه، وبيتكلم على مشاكل اجتماعيه وسياسيه في السعوديه، وبعدين في الاخر بعد ما يخلص الحلقه يقول لك ما تعملش سبسكرايب، لازم تعمل سبسكرايب، اللي هيعمل سبسكرايب انا هطرده من القناه. هو بيلعب ريفرس سايكولوجي مثلا، فلما يقول لك كده تقوم انت رايح تعمل سبسكرايب، فاهم؟ فدايما لما بتكلم الشخص بيعمل حاجه بالطريقه الصايعه اللي انت هتعملها بيها. فممكن تقول له والله ابعت لي افكار، ابعت لي رايك، ابعت لي فيديوهات. كان في حد برضه في السعوديه عمل حاجه ظريفه، عارفين السعوديه عندهم بتاع كده اللي هم بيطلعوا من العربيه ويقعدوا اسمها اسفلت ووكينج، دي شفتوها قبل كده؟ ماشي. لا مش العجل، بيطلع من العربيه ويقعد يمشي على الاسفلت كده. فمره واحد من الشباب دول طلب من الناس ان هي تصور نفسها بتعمل ده وتبعتها، فكانت ناجحه جدا وهكذا. كل ما بتكلم الناس في الفيديو، كل ما بتنجيج مع الناس، كل ما بتفرق قوي. ومش بس في الفيديو، تحت في الكومنتس وفي الديسكربشن وفي الحاجات دي كلها. حد فاكر زمان ري ويليام جونسون؟ حد فاكر ري ويليام كان بيعمل القصه دي اللي هو ابعت لي فيديو ويك مش عارف. طيب الحاجه الخامسه هو شكل بقى القناه بتاعتك. القناه بتاعتك هي المحل بتاعك، هو اللي الزبون بيجي عايز يشوف شكل الحاجه متنظمه كويس، بتعمل لها بلاي ليست ظريفه، بتنظمها بشكل محترم، بتخليه ما يتوهش، بتخليه لما يخش عايز يتفرج على الحاجات اللي طلعت مثلا في اغسطس يلاقيها وهكذا. فاهم؟ الحاجة السادسة هي حاجة بنسميها سيزوناليتي أو التنت بول، بمعنى إنه أنت المناسبات أو الحاجات السيزونز، يعني مثلا لو أنا عندي العيد الكبير مثلا كمان شهر مثلا، أنا من دلوقتي بخطط إن أنا أعمل حلقة للعيد الكبير، تمام؟ بس ما أطلعهاش ليلة العيد، لا أطلعها قبل ليلة العيد بأسبوع، زي ما أنتم شايفين في الكيرف ده. مهم جدا إن أنا أطلع قبل ما الحلقة، قبل ما الحادثة تحصل. تاني برضو لو مثلا عندي كأس العالم، كاس العالم مثلا يوم 15/7 مثلا، انا اطلع 15/6 بحلقه عن كاس العالم. ليه بقى؟ لان انت الحلقه بتاعتك اول ما تطلع وبيجي لها فيوز وناس تتفرج عليها وتطلع في السيرش وكذا، وانت حاطط التاجز المظبوطه وحاطط الحاجات اللي السيرش انجن هيلاقيها بسهوله، ساعه الحدث نفسه يعني ساعه ما يبقى ليله كاس العالم الناس كلها هتخش تدور على كاس العالم، فهيطلع الفيديو بتاعك رقم واحد. تمام؟ فمهم قوي ان انت تسبق الاحداث، ودايما يبقى عندك كده كالندر، كده يبقى عندك اجنده كده فيها ايه الاحداث اللي بتحصل في السنه. والله عيد الام النهارده، العيد الكبير النهارده، فانا عارف انه قبلها باسبوع كاتب عندي ان انا هعمل حلقه عن الموضوع، وهكذا. ما كانتش مفاجاه بالنسبه لك. الحاجه اللي بعد كده هي الميتا ديتا. الميتا ديتا بقى ده حوار كبير جدا، هوريكوا عملي برده بيشتغل ازاي. الميتا ديتا هي كل المعلومات المصاحبه للفيديو، يعني عنوانه، الوصف بتاعه، التاج بتاعته، الصوره اللي فيه. ده مهم ليه بقى؟ 75% من الفيوز اللي بتيجي على الفيديوز بتيجي من السيرش، ناس داخله تدور على حاجات وبتلاقيها. وبتيجي كمان من ريليتد فيديوز، عارفين ريليتد فيديوز اللي على اليمين دي؟ ريليتد فيديوز اللي هو لما يخلص الفيديو يقول لك في فيديوهات ثانيه اتفرج عليها. دي 80%، خلينا نقول 80% من المشاهدات بتيجي من الحاجتين دول. طيب الحاجتين دول ازاي احسنهم؟ ازاي اطلع في السيرش اكتر؟ وازاي اخلي الناس تشوف فيديوهاتي اكتر في ريليتد فيديوز؟ عن طريق الميتا ديتا. الميتا ديتا هي عباره عن الطريقه اللي جوجل سيرش او البحث بتاع جوجل او يوتيوب بيلاقي فيديوهات. طيب بيشتغل ازاي؟ جوجل اصلا فكرتها مبنيه على الفهرسه، الاندكسنج، بمعنى ان هو اخذ الانترنت كله بكل صفحاته بكل فيديوهاته وبيفهرسها لك. هو عامل زي امين المكتبه كده، انت بتروح تقول له النبي انا عايز كتاب عن الثوره الفرنسيه، فيوديك قسم التاريخ ويقول لك خد الكتاب ده بص عليه كده، الوصف بتاعه اهو من ورا ظهره مكتوب عليه حاجات، عنوانه مكتوب على الكعب، في كلمتين ثلاثه مفتاحيين يدوك فكره كده الكتاب بيتكلم على ايه، ولما بتفتحه بتلاقيه متفهرس صح متقسم. هي بالظبط نفس الفكره، هو بياخد الفيديو ويشوف المعلومات اللي انت حاططها عنه ويفهرسها لك في الاقسام اللي انت بتدور عليها. فلو دخلت كتبت الثوره الفرنسيه ويجي يوتيوب يقوم مدخلني على القسم بتاع التاريخ، يدخلني على الفيديوهات اللي فيها كلمه الثوره الفرنسيه. تمام؟ فمهم جدا انتوا تفهموا ده وانتوا بتعملوا ميتا ديتا. ازاي بقى؟ تعال نبص عليها مع بعض. لو انا طلعت طيب ده الفيديو بتاعي اهو. اهو ابتدى يطلع لي اعلان اهو. ده اعلان لو انا دوست عليه دلوقتي هكسب فلوس، او مش انا يعني، لو حد داس عليه هيكسب. واعلان تاني اهو. طيب لو دخلت هنا على
التعديلات بتاعت الفيديو. هبتدي اظبط الاسم والعنوان والحاجات دي. فلو انا جيت هنا مثلا العنوان بتاعي ايه؟ جي اس سي صح؟ ده عنوان ملوش اي معنى. ايه جي اس سي؟ محدش عارف ايه جي اس سي. تمام؟ فمستحيل يطلع في السيرش، مستحيل حد يلاقيه كريليتد فيديوز. بعدين الاهم من ده انه هو محطوط في قسم ايه؟ لو دخلت على الاعدادات المتقدمه دي هتلاقي انه في قسم الفئه، يعني هو محطوط في انهي فئه؟ زي ما قلت لكم فكره الكتاب هو محطوط في انهي قسم؟ في تاريخ، رياضه، كوره. فمهم جدا اول حاجه تفكر فيها ان انت تحطه في القسم الصح. انا هنا مثلا تعليم مثلا، خلينا نقول تعليم. تمام؟ اهو خلاص ده بقى تعليم. ارجع تاني للمعلومات الاساسيه، عندي كذا خانه. اول خانه هي العنوان. العنوان لازم يبقى بيجذب الناس ان هي تدوس عليه، ويكون بالعربي والانجليزي، يعني يكون مقسوم نص عربي ونص انجليزي. تمام؟ ليه؟ لانه في ناس بتسيرش بالعربي وبالانجليزي، فهتعمل مثلا شاهد ماذا فعلت ياسمين في حدث يوتيوب. تمام؟ ممكن تعمل هاشتاجز في العنوان. تمام؟ بس المهم انه العنوان يبقى بيتكلم عن الفيديو. العنوان ده وظيفته الوحيده ان الشخص لما يشوفه في السيرش يدوس عليه. تمام؟ يعني بيساعد الناس ان هي تدوس على الحاجات اللي انت عايزها تدوس عليها. طيب بس برضو ابعدوا عن الحاجات اللي من نوع شاهد ماذا حدث العمر اديب عندما خبط في الاستوائي، بعدين الناس تخش تلاقي ان الموضوع اصلا بيتكلم على تجربتك الشخصيه مع الـ مع الـ مع الكودنج بالبي اتش بي، يعني فاهم؟ يعني حاول يبقى العنوان دايما له علاقه، له علاقه بانت الفيديو بيتكلم على ايه. لانه ساعات لما يبقى الفيديو ملوش علاقه بالعنوان الفيديو كمان بيتشاف، يعني بياخد بنالتي او بينزل من السيرش انجن. خلاص الديسكريبشن هو عباره عن وصف الفيديو، الفيديو ده بيتكلم على ايه. الحته دي بقى مين هنا بيحب يكتب كتير؟ بيحب الكتابه وبتاع. دي بتاعتك بقى انت. الوصف ده اكتب على قد ما تقدر كل حاجه ممكن تتخيل عن الفيديو. في ناس بتكتب، الناس بتقول ايه جوه الفيديو. يعني اشتغل مع اون تي في زمان، كانوا بيقعدوا ياخدوا الورق بتاع المعدين يحطوه في الوصف. فاهم؟ اكتب كل حاجه، اكتب الكاست، اكتب مين اللي كتب، مين اللي عمل، مين اللي اخرج، مين اللي معدي، مين اللي جاب لكم اضاءه، مين اللي سلفك الكاميرا، اكتب كل حاجه. كل ما بتكتب حاجات اكتر كل ما كل دي عباره عن كلمات الناس في السيرش لو دورت بيها هتلاقيها، فانت بتطلع لك الفيديو بتاعك اكتر. ومهم جدا انه اول سطرين من الوصف اللي هو ده يبقوا يو ار ال، او اول ثلاث سطور لازم يبقى لينك للفيسبوك بتاعك، لينك للويب سايت بتاعك، لينك للشانل بتاعتك، لينك. يعني الوصف ده انت تكتب فيه كل معلومات عن الفيديو، بس اول كام سطر دول اللي بيظهروا من غير ما تدوسي سي مور، من غير ما تدوسي المزيد. فلو انا مثلا تعالوا نبص كده على اي فيديو على يوتيوب، انا بتكلم على ايه؟ اهو يوتيوب اي جي. لو دخلت هنا الاهلي والجيش الروان، تعالى نقول لكم بس حاجه ايه معموله بحد مثلا. تعالوا نشوف ده فيديو جيمنج مثلا. خلاص هنا انتوا شايفين العنوان اهو، بس عايز اوريكم حاجه عربي. عايز اوريكم حاجه عربي علشان على ايه؟ نفهم برضو كويس. مثلا تعالى نبص على فتاة تشتبك مع الرجال داخل عربيتها. تمام؟ فمثلا ده فيديو، اولا انتوا ضحكتوا ليه؟ عشان العنوان جذاب صح؟ انت دوست عليه. فده رقم واحد. الحاجة الثانية ان هم عاملين هنا غلطة، حد يقدر يقولها لي؟ الايه؟ اللوجو اللي في الاول. فاللوجو اللي في الاول ده بيضيع ناس في اول كام ثانية، بس هو سريع في اليوم السابع. بس الحتة دي لما تخش على اليوم السابع في الارقام بتاعتهم بتشوف قد ايه ناس بتهرب من الفيديو في اول الحتة دي. تمام؟ هنا شايفين هنا مزيد اللي هي الحته بتاعت الوصف اللي انا حكيت لكم عليها، ده العنوان. الجزء الثاني ده الوصف، هتلاقوا بص حاطط لينكات. تمام؟ اللينكات دي مهمه ليه؟ اللينكات دي مهمه عشان السيرش لما بيلاقي لينكات في الوصف بيطلع الفيديو فوق. الحاجه الثانيه انه الناس لما تخش هنا بتلينك بتلاقي اللينك في الاول ده فبتدوس عليه، بتروح على ايه؟ على ايه تفتكروا؟ بتروح على ايه؟ بتروح على الشانل بتاعته سواء لسه بيلود. يعني لمزيد من الفيديوهات زوروا مباشره، او بتروح على الويب سايت بتاعه. ما اعرفش بعمل هنا ايه. حطيتها على الويب سايت بالظبط. اذا في ايرور بس مش مشكله. وطبعا مهم يا جماعه ان الويب سايت يبقى شغال، يعني
طيب فالمهم انه ده الايه ده الجزئين المهمين جدا، واحد العنوان، اتنين الوصف، وزي ما قلت لكم الوصف حطه في اليو ار ال، حطه فيه على قد ما تقدروا تفاصيل ليها علاقه بالفيديو. طيب نرجع تاني، لو رجعت تاني للفيديو بتاعي انا اللي عامله اهو، قناتي حياتي. طيب فدخلت هنا على الفيديو بتاعي اهو، ودخلت تاني على تعديل فيديو، تمام؟ ليه كده يا جماعه؟ تمام الله يكرمك. طيب ادي الفيديو اهو، انا بعمل تعديل فيه زي ما قلت لكم، عندي العنوان وعندي الوصف، وعندي بقى حاجه مهمه جدا اسمها التاج. التاجز دي او العلامات دي هي عباره عن ايه؟ التاجز او العلامات اللي تحت دي هي عباره دي عباره عن الكلمات اللي انت متخيل او متصور ان الناس هتدور على الفيديو بتاعك بيها. في ليميت بس مش فاكره، يعني انت وانت بتكتب هتلاقي، بس الفكره انه اكتب دايما بالعربي والانجليزي، تخيل دايما حاجات عامه. يعني هقول لكم مثال، انا مثلا الفيديو ده بيتكلم على ايه؟ ايفنت جي بي اس في الجريك كامبس، صح؟ تخيلوا كده، تعالوا نعمل الاكسرسايز ده مع بعض. تخيل كده لو الناس هتدور على الفيديو ده عشان تشوف، هتدور بايه؟ جي بي اس؟ بلاش بلاش، لو الناس بتدور على موضوع الفيديو بس ما تعرفش حاجه عن الايفنت وانت عايزها تكتشفه، هتدور بايه؟ لا لا، كلمات صغيره يعني، كلمه كلمتين. واحده واحده، نقول ازاي تكسب من يوتيوب. اي سامي ماشي، وحاضر جريك كامبس ازهر. لا عايزين نبقى عموميين اكتر من كده، انا عايز الناس اللي بتدور على ماركتنج اونلاين، ادفرتايزنج اونلاين، يوتيوب، او بالظبط ازاي تطلع فلوس من يوتيوب. حد قال كده؟ الكلمات العامه، ودايما حاولوا تبقى كلمه او كلمتين. انتوا عارفين ايه اكتر كلمه بتتكلم عليها سيرش في مصر؟ لا يعني كلمه، لا بجد، اي اكتر كلمه، لا غير ده، بس ايه اكتر كلمه فعلا دلوقتي عدت حتى الحاجات اللي هي البورن وكده؟ بس لا جوجل، يعني الناس بتخش على جوجل دوت كوم سيرش على جوجل جوه جوجل عشان يوصلوا لجوجل. فالعايز اللي عايز اقوله لكم، عايز اقوله لكم انه الناس بتستخدم تاجز من النوع ده، يوتيوب، جوجل، ولو الفيديو بتاعك له علاقه بالموضوع ده بتفرق جدا. معلش ممكن خلي السؤال في الاخر لان انا وقفت ناس كتير، هديك والله معلش بس. تمام خلاص. فاللي عايز اقوله بس، لحظه، اللي عايز اقوله بس ان كل ما تبقى عمومي اكتر، وكل يعني اقول لكم على حاجه، مثلا انا برفع ماتش مصر وتونس مثلا، مش هكتب بقى ماتش مصر وتونس كتاج، ما حدش هيدور بالكلمه دي، الناس غالبا هتكتب ماتش، وبتكتب ماتش غلط بقى، ميم ت شين ميم الف. تمام؟ في اداه جوجل عاملها، مش هقدر اوريها لكم بقى عشان الوقت، بس ممكن تكتبوها عندكم، اسمها جوجل كي وورد بلانر. جوجل كي وورد بلانر، او خلينا نقول اسمها ايه بالعربي؟ مخطط الكلمات، مخطط الحروف الكلمات، ما علينا. بس جوجل كي وورد بلانر دي تول جوجل عاملاها علشان توريك ايه اكتر حاجات الناس بتدور عليها كل شهر. استخدمها في التاجز دي، مهمه خلاص؟ ودايما برضو استخدم عربي وانجليزي في التاج. ممكن تبقى اكتر من كلمه، الكيورد الواحده ممكن تبقى ممكن. الحاجه بس الاخيره اللي عايز اقولها لكم، معلش، ودي تركيه كده بنقولها لناس كتير ومهم جدا، الريليتد فيديوز، الريليتد فيديوز، التاجز مش بس عشان السيرش، التاجز عشان الريليتد فيديوز. انت لما بتحط التاجز بتاعتك، لو انا حطيت مثلا هنا التاجز بتاعتي اللي هي العلامات دي، حطيت مثلا زي ما هو كاتب لي كده البرت اينشتاين دراما مثلا، ايه الفيديوز اللي هتطلع ريليتد؟ هتطلع مثلا مسلسل عن البرت اينشتاين، ده الريليتد فيديو بتاعي انا. فايه حل الموضوع ده؟ حل الموضوع ده ان انا على كل فيديوهاتي على القناه احط كلمه ثابته غريبه ما حدش بيستخدمها ابدا في العالم، وغالبا بتبقى هي اليوزر نيم بتاعي انا. يعني لو عامل اليوزر نيم بتاعي ازهر جي اس سي، تمام، احط الكلمه دي كتاج في كل الفيديوهات معايا. ليه؟ علشان الكلمه دي ما حدش تاني هيستخدمها، فالريليتد فيديوز للفيديو بتاعي هتبقى جايه من قناتي اللي هي فيها التاجز دي. فاهمين؟ فاهمين الحته دي؟ وممكن اعمل كود، يعني ممكن اعمل مثلا اتش واي بي بي 35، ومحدش يعني يستخدم الكود ده واحطه، بس احنا عشان تسهيلا بنقول استخدم اليوزر نيم اللي انت عامله للقناه كتاج عشان تضمن الريليتد فيديوز هتطلع قناتك انت من الفيديوهات بتاعتك انت. معلش الاسئله في الاخر، انا اسف. تمام؟
فده بالنسبه للجزء ده. طيب الجزء الثاني هو هنا له علاقه طبعا احنا شفنا تحقيق الدخل اهو اللي احنا كنا بنتكلم عليه وازاي بشغله. الحاجه بس المهمه هنا هو حاجه بنسميها الثام نيل ودي هتكلم عليها في البرزنتيشن. الثام نيل معناها الصوره المصغره. الصوره المصغره دي هي الصوره اللي هتطلع هنا مثلا في الفيديو ده. ياسمين هي الصوره المصغره بتاعتها. انا ببص على الفيديو بشوفها فبشوف بفهم الفيديو بيتكلم على ايه. بس انت ممكن تختار ثلاث فريمات يوتيوب بيديها لك ده وده وده انت صوره انت عامل لها ديزاين. ترفع صوره انت عامل لها ديزاين لما بتعمل تحقيق للقناه تعمل فيريفيكيشن للقناه زي ما قلنا في الاول خالص تمام. فبترفع صوره انت عامل لها ديزاين وبتبقى موجوده على الفيديو. حاجه بقى ما دام احنا في الصفحه دي قبل ما نكمل البرزنتيشن عايز اوريكم حاجتين برضو مهمين انتوا سالتوا عليهم. اول حاجه هي التحسينات او اللي بنسميها الانوتيشن سوري التعليقات التوضيحيه او بنسميها انوتيشن. التعليقات التوضيحيه دي هي عباره عن اللينكات اللي بتبقى موجوده على الفيديو تدوس عليها فتروح على فيديو ثاني اكيد شفتوها كلكم فريمات كده. دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بطريقه سهله جدا. ادي الفيديو بتاعي اهو وانا عايز مثلا ايه الفيديو اهو وانا عايز احط تعليق من هذا النوع هدوس هنا اضيف تعليق توضيحي واختار شكله عامل ازاي اهو مثلا تمام. باجي هنا اقول والله انا هكتب هنا مثلا حاجه هكتب مثلا اهو هكتب هنا مثلا ياسمين. انا عايز اعمل علامه كده بتقول ان دي ياسمين. معلش ياسمين انا استخدمتك النهارده بس وماخد دي كده حطيتها هنا شايفين اهو وكبرها وصغرها زي ما انا عايز اهو اهو عادي هي مش بتكبر تمام حطها كده وممكن اعمل لها لينك او جاي هنا عامل لينك رب واربط بالشانل بتاعت ياسمين بفيديو او بقناه او بقائمه تشغيل او باشتراك. اشتراك دي معناها هنا عملت اشتراك اهو دوست اشتراك ودخلت الصفحه بتاعتي اللي هي القناه بتاعتي اللي هيكليك هنا هيروح يعمل سبسكريبشن على طول تمام هيعمل اشتراك على طول. فدي من هنا. وممكن بقى تختار انت عايز تطلع امتى في الدقيقه كام في الثانيه كام حسب ما انت عايز. لو عايز تطلع بالظبط لو انت عايزها طول الفيديو بتعملها طول الفيديو. بس الامثله الحقيقه اللي الناس بتعمل بيها الحكايه دي بشكل كويس مثلا تعالوا نشوف مثلا ايه اوريكم مثال. لو انا شلت الكابس ده مثلا عندك المثال ده ايجيبتون مثلا بيستخدمها ساعات بشكل ظريف. تيجي هنا مثلا تدوس على الفيديو تلاقي اخره خالص تحط لك الانوتيشن اهو شايفين كل دول؟ دول عباره عن فيديوز. فانت لما بتدوس هنا بتروح على الفيديو بتدوس هنا بتروح على القناه بتدوس هنا بتعمل سبسكرايب هتطلع دلوقتي مش بتدوس اهو شايفين؟ هو هنا عامل ايه؟ عامل صوره او فيديو ومغلفه بالفريم اللي احنا عملناه دلوقتي ده ولما بتدوس عليه بتروح على الفيديو ده. لما بتدوس هنا بتعمل ريبلاي لما بتدوس هنا بتعمل سبسكرايب وهكذا. كل ده لينكات هو بيعمل لينكات عن طريق انوتيشن. طيب لو رجعنا تاني للفيديو بتاعنا اهو ادي الفيديو بتاعي قناتي بدخل على الفيديو بتاعي مش ده الفيديو اللي انا رافعه اهو بدخل على تعديل الاعداد اهو انا بدخل الاعداد مثلا هو في حاجه اسمها التعليقات التوضيحيه شايفها بس خش من هنا بقى بتعمل اضافه تعليق توضيحي اللي هو انوتيشن بتقول عايز تحطه فين مكانه فين بعدين تكتب الكلام الجوال اللي انت عايزه اهو وبعدين لو مش عايز تكتب كلام برده ما تكتبش كلام مش مشكله وبتعمله لينك بتقول له انا عايز الينكو للفيديو ده او الشانل دي او السبسكريبشن بتاع القناه دي بس فيديو زي ما هو كان عامل كده. وانت بتعمل اديتنج للفيديو بتاعك فاينل كات بتحط الفيديو وترفعه وبعدين تحط عليه فين يعني الفيديو الصغير اللي كان شايفه جوه ده معمول في الفيديو قبل ما يترفع بالظبط عمل خلفيات صور وفيديوهات وانت بقى بتحطها حواليها الفريمز اللي انت عايزها بالظبط. دي بقى من اهم الحاجات اللي بتجيب فيوز في الحقيقه على اليوتيوب يعني اليوتيوب بالذات لانه دي عباره عن ان الناس بتقعد تكليك على الحتت اللي هم عايزين يتفرجوا عليها وفي ناس ساعات بتستخدمها في حاجات جوه يعني ساعات بيعمل برنامج بتوع استضافه بيعملوا كده يقول لك دوس هنا لو انت عايز تشوف نهايه واحد دوس هنا عايز تشوف نهايه اثنين دوس هنا لو عايز البطل يموت دوس هنا لو عايزه يعيش فاهم. فانت بتكليك على البتاعه دي يوديك على نفس الفيديو بس مكمل بنهايه ثانيه
وهكذا. فممكن في العيب كده كتير بتحصل، وممكن تلنج بفيديوهات ناس تانية، ممكن تتفق انت بتعمل شو وانا بعمل شو، نتفق مع بعض حط لي انوتيشن عندي وانا احطها لك عندي، تبادل اعلان وهكذا. فكل ده اكتر كتير قوي، بس يعني لا تسع الوقت بالصراحه كلها. دي الثامنيلز اللي هحكي لكم عليها الصور المصغره. في سؤال بقى، انتوا لو بتبصوا على ال ايه الفيديو اللي هتبصوا عليه او تحبوا تعملوا عليه في حظك يعني. ها ليه بقى عشان هي قلت انت حضرتك كده تغش. طيب اللي بيحصل انه غالبا الناس بتدوس على الفيديوهات اللي الصور المصغره بتاعتها كلوز على وش او على اوبجكت. يعني انت لو بتبص على وش او بص على حاجه قريبه الناس بتشك عليها اكتر من حاجات اللونج. تمام، فدايما حاول فيديو انه الفريم بتاعك يبقى كده، وحاول ان انت تصممه. يعني انت خد الصوره اللي انت عايزها حط عليها اسم البرنامج الحلقه، اعمل اي حاجه جماليه بحيث ترفعه يبقى شكله ظريف. الحاجه التاسعه على النوتيشنز اتكلمنا عليها، ازاي بكليك عليها وازاي بلنكها ببعض، وممكن تعمل بقى فولو اس على كذا 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 كذا. طيب الحاجه العاشره هو البراند اللي هتشوف عليها دايما قبل ما تبتدي اعمل بيسموها ايه، بيسموها شخصيه للبتاع او براند ايدنتيتي، بيسموها زي كده الروح او البصمه بتاعت الشركه بتاعتك. فمهم جدا ان انت تبقى عندك حاجه ثابته في كل الفيديوهات، لوجو ثابت، كفر ثابت، كونسيستنت، عارف انه الناس لما تشوفه. خلي دايما هدفك كده انه الناس يعني الشباب بتوع السعوديه كانوا بيقولوا كده، ربنا يمسيهم بالخير، ان احنا هدفنا انه اليو دي تبقى على العربيات في الرياض، الناس تحس ان هي خلاص عامله زي ابل كده. فاهم؟ دايما انفست ده، يعني ده بفلوس، ان يعني انت تبني اللوجو بتاعك واسمك بحيث انه معروف ان هو ده اللي بيطلع الكونتنت كويس. ده مهم جدا، ما يبقاش هدفك الربح السريع والفيوز وخلاص. فانت لو بتعمل مشروع طويل الامد فكر ازاي اخلي العلامه التجاريه بتاعتي بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت بقى دايما بحطها على الحاجات اللي الناس بتتفرج عليها عشان تثبت للناس ان هو ده في الاخر اللي بيتباع. الحاجه اللي بعد كده اخيره، وقت قليل قوي، تسعه اللي هي انوتيشن اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. تسعه 11 انتوا بتصوروا ما هنبعتلكم يا جماعه بالليل. تمام. 10 هو البراندنج، 11 هي حاجه ليها علاقه بان انت حاول تفهم الجمهور بتاعك. في يوتيوب خاصيه مهمه جدا، ماشي، انت بتخش تشوف مين بيتفرج على الفيديو بتاعك من اي بلد. ف طيب ماشي اعتبر احسن. الفكره ان انت تحاول دايما توصل للناس بتوعك، بمعنى انه لو انا لقيت انه اغلب الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي من امريكا مثلا، سامعيني؟ طيب سامعيني كده؟ يعني مثلا لو حسيتوا انه من الداتا انه الناس اللي بتتفرج، كان حصل قبل كده وبقولها كتير، انه في حد من الناس اللي كانت بتعمل اونلاين شو اكتشف انه اغلب الناس اللي بتتفرج عليه من السنغال مثلا، فعمل كل الفيديوهات بتاعته سب تايتلز فرنساوي. فاهم قصدي؟ لانه الناس بتسمعه اكتر، فانت دايما حاول تعمل سب تايتلز، وحاول دايما تترجم. كل ما بتترجم كل ما الفيديو بتاعتك من بلدان مختلفه بتطلع، وخصوصا الناس اللي مش مرتاحه قوي ان هي تسمع عربي. الحاجة ال 13 هو استخدام السوشيال ميديا، حاجة مهمة جدا 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 ان انت تربط كل حاجة ببعض، البراند، اللوجو، الفيديوز، حط على الفيسبوك، حط على جوجل بلس، حط على تويتر، حط على كل حاجة ممكن تحط عليها، حط على الويب سايت، اشتغل مع ناس تانية، قول للشخص ده انت بتعمل برنامج، طب ممكن تتكلم على البرنامج بتاعي، في ويب سايت بتشتغل عليه، اعمل له اعلان وخليه هو يعلن عنك، دايما اعمل كروس بروموشن، وحاول تعمل نتورك من الناس اللي بتعمل حاجات شبه كده. 14 الاناليتكس مهمه جدا 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 جدا، هي عباره عن التحليلات بتاعه الزيارات بتاعتك. في جزء جوه يوتيوب هوريه لكم بعد ما اخلص على طول، بيقول لك ازاي مين جه منين، من انهي بلد، من انهي اجهزه، من موبايلات ولا من لابتوب، اعمارهم ايه، سنهم ايه، سابوا الفيديو امتى، قفلوا امتى، مشوا امتى، جم منين. كل الكلام ده مهم جدا عشان تفهم وانت بتشتغل انت بتخاطب مين. اشطر ناس هم اللي في النص، يقول لك اه والله ده الستات من 25 ل 50 بيتفرجوا عليا، يبقى انا هكلم دول، فانا هغير في المحتوى اللي انا بتكلم فيه علشان اتارجت الناس دي. والله الامارات هم اللي بيتفرجوا عليا، طب انا خلاص ابتدي اتكلم مع الاماراتي وهكذا.
مهم جدا تقعد تغير في اللي انت بتعمله، لان هو مش قران يعني، هو بيتغير كل يوم باختلاف اذواق الناس ومزاجاتهم، فانت لازم تبقى ماشي معاه. الاناليتكس هوريها لكم بتيجي منين. 15 في عندنا تولز هوريها لكم برده بسرعه، مهمه جدا جدا جدا. في حاجه اسمها يوتيوب اديتور، youtube.com/editor او المونتاج، برنامج المونتاج، ممكن تعمل اديتنج لاي فيديو اونلاين، مش محتاج ان يبقى عندك برنامج مونتاج. وفي حاجه اسمها اوديو لايبرري. الاوديو لايبرري هي مكتبه الاوديو، معناها ان انت ممكن تستخدم تراكات مزيكا ببلاش من غير ما يبقى في مشاكل حقوق ملكيه. فهو يوتيوب شاري تراكات مزيكا كتير جدا، هتطلق في مكتبه متصنفه بالنوع بالمده بالكذا، وانت بتاخد التراك اللي انت عايزه وبتحطه على فيديو بتاعك من غير ما يبقى فيه اي مشكله. ده لو انت مش قادر تعمل مزيكا او مش قادر تشتري مزيكا، عشان اتفقنا ان الكوبي رايت مهمه جدا جدا عشان ما يتقفلش. اسمها اوديو لايبرري، هوريها لكم بتيجي منين دلوقتي، او مكتبه الصوت يعني، او مكتبه الاوديو. اخر حاجه عشان الوقت سرقنا جدا، الكوبي رايت. زي ما قلت لكم ما ينفعش تعمل فيديو من غير الحقوق بتاعته، وليه بقى؟ لسببين مهمين جدا. واحد، انه كل الناس اللي بتعمل كونتنت او بتعمل فيديوز كبيره ومعروفه على التلفزيون وفي السينما والمزيكا حاليا هم مشتركين في برنامج اسمه كونتنت اي دي. كونتنت اي دي هو عباره عن سيستم يوتيوب عمله بيخلي الشخص اللي عنده فيديو، تخيلوا مثلا ان انا عمرو دياب مثلا يعني، وعمرو دياب عمل اغنيه جديده ورفعها على يوتيوب، بتخش في سيستم، السيستم ده بيحفظ كل ثانيه منها، كل ثانيه صوت، حتى مش شرط فيديو، صوت. ولما حد، اي حد في العالم، كل مره حد في العالم يرفع فيديو جديد، يعمل ابلود جديد، بيجرب اذا كانت اصلا المزيكا اللي في الفيديو ده فيها حاجه ثانيه او اكتر من التراك بتاع عمرو دياب. انت متخيل يعني كل الناس اللي بترفع الحاجات على السيستم ده بيسكان كل الكونتنت اللي بترفع في العالم كله، ويتاكد انه مفيش حاجه منه متسجله عنده. لا هقول لك قصه ثانيتين دلوقتي، انت مصر عليها بس هقولها لك، وهي مش ثانيتين على فكره، هي 10 ثواني بس، 30 ثانيه كمان بس. اللي اقصده انه مهم جدا تعرف ان انت لو رفعت فيديو فيه تراك صوت مزيكا، بالذات مزيكا، ان شاء الله حتى ثانيه واحده بيتمسك. بيتمسك بيحصل فيه حاجتين بقى، صاحب الفيديو اصلي اللي هو انا عمرو دياب، انت رفعت الفيديو بتاعي وحطيت تملي معاك، فانا هقول لك بص بقى يا عمرو، الراجل ده رفع الفيديو بتاعك، عايز تعمل معاه ايه؟ فهقول لك اقفله، عايز اشيله من على يوتيوب، عشان كده بتلاقوا في فيديوهات كتير بلوكت صح، او في حد فيكم بيرفع فيديو بيلاقيه مقفول او اتقفل، او يقول لعمرو دياب انا عايز احط، عمرو بيقول انا عايز احط عليه اعلانات واكسب انا فلوس. فكتير قوي تلاقي قنوات سايبه الناس ترفع فيديوهات زي ما هي عايزه صح، ارفع يا عم وشير وبتاع، هو عمال يكسب فلوس من الفيوز اللي بتيجي عليه. فمش شطاره ان انت ترفع فيديوهات غير بتصريح من شخص. فعشان كده مهم جدا 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 تركز في الكوبي رايت. واللي عايز اقوله لكم ان يوتيوب مش بيشيل اي فيديوز فعلا، هو الناس اصحاب الحقوق اللي بتخش تقفل، فتلاقي سي بي سي قفلت، مش عارف ايه الحقيقه قفلت ايه، اسعاد يونس قفلت، كل الحاجات دي جايه من فكره ان انت بتاخد حاجه حقها مش بتاعتك. موضوع ام بي سي اللي انت حكيته فين هو مشي؟ ده ممكن يبقى غلطه، ممكن يبقوا هم اخذوا الفيديو بتاعك، بص بقى عرضوه عندهم في التلفزيون وحطوه البرنامج كله على اليوتيوب عندهم واتقفل بالغلط. فانت يبقى ده صح، لانه Arabs Got Talent بيطلع على ام بي سي صح؟ فهم رفعوا حلقه، رفعوا حلقه Arabs Got Talent وقفلوا اي حاجه حد رافعها. فانت المفروض بيجي لك ايميل بيقول لك انه الفيديو بتاعك اتقفل عشان ام بي سي ليها حقوق في هذا الفيديو، لو عايز تعترض دوس على الزرار ده، فانت هتعترض هم هيرجعوا لك. الموضوع بسيط جدا. بس فده موضوع الكوبي رايت. خلاص بسرعه جدا اخر حاجه، وللاسف يعني مش هلحق اخد منكم اسئله كتير، بس انا هبقى بره اللي عايز يسال اي اسئله، انا عارف انتوا عايزين تمشوا. youtube.com/playbook في كل الكلام ده واكتر بالتفصيل. وبسرعه جدا اوريكم على السيستم، اوريكم على اليوتيوب الحتتين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الاوديو لايبرري والاناليتكس. اهو ده الفيديو بتاعي، لو دخلت هنا على يوتيوب شايفين معلش، بدخل على قناتي
تمام. في حاجه اسمها مدير الفيديو هنا على الجنب، هنا في حاجه اسمها اناليتكس شايفينها. اناليتكس دي هي عباره عن التفاصيل الرقميه بتاعه القناه بتاعتك، يعني جالك كام الفيوز قد ايه. طبعا لان احنا لسه بادئين، جالي 7 فيوز مش عارف مين دول. حد فتح الفيديو ده؟ تمام. هتلاقوا في الاناليتكس ده كل التفاصيل اللي بحكي لكم عليها، جا منين، البلدان ايه، العمار ايه، كل الكلام ده. الحاجة التانية اللي عايز اقول لكم عليها هي الاوديو لايبرري دي، او مكتبة الفيديو، هي موجودة هنا برضو. هو طبعا لسه لم تسجل قناتك اي مشاهدة بعد، بس كل الحاجات دي هتطلع لك هنا. الحاجة التانية هي الانشاء. انت لو دخلت هنا تحت هتلاقي في مكتبة الملفات الصوتية، هي دي اوديو لايبرري. مكتبة الملفات الصوتية بتدور، بتقول والله انا عايز مزيكا باعلانات، تأثيرات صوتية، عايز الحالة المزاجية ايه، عايز الالات المستخدمة ايه، عايز المدة دي ايه، عايز وهكذا. وبتختار المزيكا اللي انت عايزها، تعمل لها داونلود، وممكن تستخدمها في اي حاجه على يوتيوب وبره يوتيوب. يعني ممكن تعمل بيها برنامج تلفزيون لو عايز، هي فري، ما حقك خالص انت تستخدمها خلاص. وتحتيه على طول في محرر الفيديو اللي هو فيديو اديتر، ده ممكن تعمل مونتاج للفيديوز بتاعتك على الاونلاين اديتر ده، وبتايم لاين بكل حاجه، بتقطع وبتشيل وبتركب زي ما انت عايز. طيب ده كده نهايه السيشن النهارده. للاسف انا مش هعرف اخد الاسئله عشان الوقت، بس لو عندكم اي سؤال انا موجود. في النهايه بس عايز اقول حاجه واحده اخيره، ان كل دي نصائح عامه بنحاول نعمل علينا في الجزء التكنيكال جدا، بس في الاخر انت بتقدم ايه؟ هو يعني بص، حاجه اخيره، في حاجه اسمها كفر فيديوز. كفر فيديوز معناها ان انت ممكن، او بنسميها الاستخدام العادل. الاستخدام العادل زي ما كان مثلا، فاكر باسم يوسف او ري ويليام جونسون او الناس دي كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيجيب لك حتت من برامج ما تعديش 30 ثانيه. ايه الحكمه بقى؟ ان انت ممكن تستخدم حاجات مش فيكشنال، يعني مش خياليه، يعني ما ينفعش تستخدم فيلم، ما ينفعش تستخدم مسلسل، ما ينفعش تستخدم راديو، حاجه اتالفت او اتعملت. ممكن تستخدم توك شو، حاجه حقيقيه، مظاهره في الشارع. ما ينفعش تستخدم حاجه ابداعيه حصلت، وما ينفعش قدامك ليها 30 ثانية متجمعين. يعني انت ما ينفعش تعمل 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني، لازم يبقوا 13 ثواني 30. تمام؟ ان شاء الله حتى منفصلين عن بعض. والكورة، مزيكا والكورة ممنوع تعمل ده. حتى باسم يوسف نفسه البرنامج قفل بسبب ان هو استخدم مرة اغنية. اقصد ان انت ما ينفعش ولا مزيكا ولا كورة تعمل ده، ولا دراما. الحل الوحيد بتاعك هو حاجة حقيقية متصورة في الشارع، أو برنامج تلفزيون. بالظبط. ودي اسمها فيوز، متعديش 30 ثانيه. وحتى بعد ما انت تكون استخدمتها، ممكن جدا صاحب الفيديو يطلب ان هو يقفلها لك لو هو عايز. ده بس معمول عشان السيستم ده ما يقفلكش الفيديو اوتوماتيك. كويس. ممكن يكون بيتقفله انت ما تعرفش اصلا، هو بيرفع بيعمل ابلود، السيستم بيقول له لا ممنوع. فاهم قصدي؟ فعدل حسب الحقوق. طيب ميرسي جدا يا جماعه، وانا موجود بره لو عندكم اي اسئله. نشكر مستر هيثم.